حنخش في الآن في من البداية من البيسكس، كيف تثبت البرنامج، ثم بعد كذا أي أسئلة. إحنا اليوم على قولت مثل ما قال أبو يحيى في عندنا هذه. بسم الله، أنا الآن حبدأ بشكل خطوات واضحة عشان ما نعيدها كيف تثبت البرنامج. طبعا تروحون إلى صفحة مركز الصفحة الخاصة، خليني أفتح المتصفح. اعمل شير سكرين يا دكتور بس أي عشان نشوف أبشر كمان. أبشر أبشر مركز، بس خليني أفتح الصفحة. الآن هاي صفحة الأخوة في المركز. طبعا ليش الصفحة هذه فيها وقت؟ لأن هم طبعا ما شاء الله عليهم شاطرين معاكم، قالوا لازم فترة مجانية ولازم كذا، فأعطناكم 21 يوم. لو أحد راح الصفحة الرئيسية ما راح يحصل على الفترة المجانية، فأتمنى تتأكد انك انت في صفحة مركز عشان تحصل على الفترة المجانية. لو رحت على الصفحة الرئيسية هتلاحظ ان التسجيل مغلق. طيب تضغط على تسجيل على طول من هنا او تنزل تحت. تبغى نسخة الجوال، افرض انت الان نزلت نسخة الكمبيوتر وتبغى نسخة الجوال، تمام؟ فتبغى مرجع لها، اضغط تحت هنا تجد نسخة الجوال تحت. تجد نسخة الجوال والكمبيوتر. هذا نسخة الكمبيوتر نسخة الجوال. خلينا نقول نسخة الجوال، أنت بدأت نسخة الجوال تبغى تسجل أول مرة. تفتح المتصفح، عندك أندرويد وعندك آيفون وماك. ها؟ طبعا أندرويد في تطبيق موجود، الآيفون في صعوبة حتى الآن شغالين فيه، ما في تطبيق، ولكن في صفحة على المتصفح يفضل استخدام كروم، مصفح كروم مثل التطبيق بالضبط. فتضغط على اي واحده فيهم هذه، تمام، وتضع طبعا امسح على خياراتي فيها. لو سجلت حتضع الباسورد واليوزر مباشره، ثم لو ما سجلت حتضغط على تسجيل جديد هنا، تمام، تسجيل جديد، عشان هذه الاسئله تتكرر. للاسف يعني اتمنى شارحين ذا الشيء يجوني على الدعم الفني، يكلمني كثير من الاسئله انا بالجوال كيف اسجل. حيقول لك هنا تنبيه ده مهم، اقرا الموجود. قال لك للتسجيل لاول مره لابد تسجل من خلال نسخه الكمبيوتر. بعد اكتمال التسجيل لابد، بعد اكتمال التسجيل ممكن تستخدم النسختين معا. فلو سجلت وعندك عضويه ادخل مره ثانيه على التسجيل من هنا، وتدخل على البيانات اللي احنا ذكرناها. اذا مره ثانيه للتسجيل من الجوال غير ممكن، لابد انك انت اول مره تسجل عن طريق اللابتوب او الكمبيوتر. في حال ما عندك لابتوب في ويندوز ولا عندك الا ماك، تمام، تواصل مع الدعم الفني، حتنتظر كم يوم عشان يسجل لك، تمام. فيفضل انت تسجل بنفسك. لو سجلت من الكمبيوتر اضغط هنا، حنقولك على نسخه الكمبيوتر وكونك فاتح المتصفح، تمام. لو كنت فاتح اللابتوب اذا حترجع مره ثانيه على الصفحه هذه وتحمل البرنامج من جديد. تحميل البرنامج سهل عادي. ارجع مره ثانيه للصفحه حقت مركز. فهذه الناس اللي يدخلوا على نسخه الجوال مركز .html. لو كنت فاتح صفحه مركز من اللابتوب ما عندك اي مشكله، اضغط على هذا الخيار، تمام. انا اعرف ان اغلبكم ما شاء الله حنبل، لكن واضغط على هذا تحميل مباشره هنا او هذا الخيار. وهذه ملفات المساعده، ملفات متكامله كيف تستخدم البرنامج. فنضغط الان على تحميل، هيبدا معك الان سيف، وحيتحمل هنا عندك مباشره بدون اي مشاكل. لو واجهت اي مشكله قال لك هنا نورتن آمن، اوكي ما عندك مشكله. لو قال لك مثلا الانتي فايروس يكون في مشكله ولا شيء، خليه يفحص، حياخذ له باكسورد، قول له آمن. هتسوي بحث فتح الان، ثم اضغط على هذا الخيار مثل اي كمبيوتر ثبت هذا الخيار، تمام، وليس هذا الخيار، هذا لا، هنا هذا الخيار. ثم بعد كده تشغيل
او رن ان اواي او تشغيل على اي حال، ويبدا يتشغل معاك هنا. طبعا شوف شغل معاك تواصل هنا، العرض ان شاء الله مو واضح، العرض واضح، هذا واضح البرنامج هنا عندك انه متحمل. واضح يا دكتور، واضح. تمام. ثم بعد كذا طبعا انا لانه نزلت قبل شوي تمام، فاعطاني ازاله اصلاح وكذا، انا اقول له تعديل تثبيت من جديد، ويثبت معاك على طول، هيثبت معاك مباشره. هذا هو سوبر تريند الان، وثبت معاه جاهز. بعد ما تسجل فاتحه هنا، بعد ما تسجل هتتكون ايقونه في سطح المكتب تمام، ايقونه في سطح المكتب شير تقريبا هذا سوبر تريند. اضغط على تسجيل في الاعلى، اول مره اضغط تسجيل، انت سويت تسجيل دخول خلاص هو محفوظ عندك، اعمل دخول على طول. اذا سجلت قبل كذا اضغط على الدخول من سطح المكتب، من ايقونته من سطح المكتب يشتغل معك على طول. اضغط على تسجيل، اختار السوق السعودي، حط رقم جوالك، اختار باسورد عندك، واعيد كلمه المرور، ادخل ايميلك، ثم تسجيل عضويه مباشره، لازم توافق على الاتفاقيه تمام، تعقد الاستخدام. ثم بعد كذا هيقول لك انا حطيت كلمه المرور خطا، ثم تسجيل على طول، ادخل بريد الكتروني صح. طبعا انا قال لي تم التسجيل، هذه المشكله تجي عند بعض هذول سابقا حملوا سوبر تريند سابقا تمام، و سابقا قديم يمكن سنه او سنتين، او ناسين الموضوع، او انهم سابقا فما يقبل معاهم. اذا كنت انت استخدمت سوبر تريند سابقا ما يقبل معك، فادخل بعضويتك السابقه، ما يحتاج اذا اعطاك الرساله دي اتواصل مع الدار الثاني. لكن لو كنت لاول مره تستخدم البرنامج ما راح يعطيك هذا التسجيل. فكذا انت تمام، لو سجلت اضغط على دخول مباشره يدخل معاك على طول مباشره، في دخول على طول، والحمد لله رب العالمين. طيب كذا احنا ثبتنا البرنامج. في حال كانت الخطوط غير عربيه تمام، الموضوع بسيط، تواصل مع الدعم الفني ويرسل لك فيديو بسيط جدا لتعديل الخط، اضافه الخط العربي، او انا حسويها قدامكم عشان التوثيق. حتروح على لوحه التحكم تمام، ثم بعدين اللغه والوقت تمام، ثم اعدادات متقدمه، التاريخ والتنسيق الاقليمي هنا، اضافه لغه ما فيها اي شيء في جهاز التحكم، انت حتضيف لغه تمام. هذه هي، تختار اللغه هنا، اعدادات اداريه مره ثانيه، هذه اللغه، بعدين اعدادات اداريه، بعد كذا حتختار هنا تغيير اللغة. إذا كان عندك النظام لا يدعم اليونيكود تمام، بس تضغط على هذا الخيار تغيير اللغة، وتضيف اللغة عندك، إنها تتأكد إنها اللغة العربية. أنا عندي مضاف اللغة عشان كذا طلعت إنها المملكة العربية السعودية. بعض الأجهزة حيكون عندي مثلا يو اس، فغيرها اللغة العربية إلى المملكة العربية السعودية، ثم بعد كذا أضغط موافق، أعد التشغيل، انحلت اللغة تمام. طبعا مسجلة المحاضرة فارجع لها موجود، أو تواصل مع الدعم الفني حيحل لك المشكلة. هذه هي المشكلة الوحيدة اللي قد تواجهك، المشكلة الوحيدة عشان نعيد، اللغة، تواصل مع الدعم الفني أو اتبع الطريقة اللي قلتها إضافة اللغة. المشكلة الثانية إنه الجهاز يكون مسجل فيه سابقا سنة أو سنتين أو كذا، أو إنك قبل شهرين أو ثلاثة، لا لازم تتواصل مع الدعم الفني عشان يضيف يسجل لك. المشكلة الثالثة لو كنت بالجوال لابد سجل أول مرة عن طريق اللابتوب، ثم بعد كذا لا سجلت بعضوية وباسورد الجوال تقدر تدخل على جوال من أي مكان. في استفسار على هذه النقطة؟ في أحد يواجه مشكلة في هذه النقطة؟
انا افضل نخلي الاستفسارات والكيو ان اي في طيب الاخر، عشان ماشي ايش تسترسل كده وما حد يقاطعك وما حد ماشي. يشك. الآن هندخل على البرنامج، كيف تستفيد من البرنامج. البرنامج سوبر ترند، قلنا مثل ما قلنا هو برنامج حاسوبي يستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد إشارات فنية تساعدك في اتخاذ القرار. يعطيك إشارتين، إشارة إيجابية معناتها فرصة للشراء، إشارة سلبية معناتها فرصة للخروج أو البيع. عندك ثلاث قوائم في سوبر ترند: قائمة التحليل اليومي، قائمة التحليل اللحظي، وقائمة المتابعة الخاصة. قائمة التحليل اليومي هي قائمة معناته وضع الشركات بعد الإغلاق. الآن أنا عندي الشركات انتهى سوبر تريد، لو ضغطت على هذا الخيار هنا عندك قالك التحليل اليومي جاهز ومكتمل بنسبة 100%، معناته هذا التحليل الآن، هذا التحليل جاهز للغد، يعني كل التحليل الآن بكرة ممكن تستفيد مباشرة من هذه الشركات. هذا التاريخ اليوم لكن هو جاهز لبكرة، معناته وضع الشركات الفني لغدا، كله عندي تاسي ايجابي، معادن ايجابي، حنتعلم كيف تسوي فلتره وكيف تسوي كل شيء. تمام؟ التحليل اللحظي، عندك قائمه التحليل اللحظي هذه هي نفسها هو وضع الشركات الفني اثناء السوق. طبعا هذه الشركات حقت اليوم اللي صدرت اليوم محفوظه، بكره الساعه 10 حتنمسح ويجي محلها جديد مع افتتاح السوق. هذه الشركات كل شركات اليوم من الساعة، شوف أول واحدة تحت هنا معادل من الساعة كم؟ الساعة 10. طبعا الإشارات اللحظية تبدأ من 10 و10 دقائق، أكد على هذه النقطة. سوبر ترند على التحليل اللحظي يبدأ من الساعة 10 و10 دقائق، يبدأ يرسل لك شركة إيجابية أرسلها لك، شركة سلبية أرسلها لك، عنده خوارزميات تقريبا يطبقها إذا وافقت معاييره أرسلها لك. تمام؟ فهذه عندي معادن بدأت من الساعة 10 إلى الساعة، آخر إشارة هنا عندي التعبير الساعة 3 إلا دقيقة واحدة. فهذه الإشارات اللحظية مخزنة عندك تقدر تتابع أداءها إيش صار فيه. تمام؟ القائمة الثالثة هي قائمة المتابعة الخاصة، هذه القائمة أنت تعيدها. يعني هنا أنا عندي هذه الشركات، خليني أمسحها، أمسح القائمة من هنا. هذه معناته باختصار قائمة المتابعة الخاصة هي قائمة لشركات انا ابغى اركز عليه. تفرض الان انا عندي شركه بي سي ار، تمام؟ بي سي ار، هذه شركه بي سي ار ابغى احطها تحت ملاحظه، اضيفها هنا من هذا الخيار، يكفي من هذا الخيار اضيفها. ذكرونا بالله ننتقل لنسخه الجوال ونشرح برضو عليها باختصار، عشان برضو الناس بعضهم كثير يستخدم نسخه الجوال. فاضغط على هذا الخيار، تمت الإضافة. لو رحت قائمة المتابعة راح أجد عندي البي سي آي، أقدر أستعرض الإشارة اليومية والإشارة اللحظية لو كان السوق شغال. لو ضغطت على هذا الخيار، هذه إشارة البي سي آي وهذه إشارة البي سي آي اليوم، قال لك لم تصدر إشارة لحظية حتى الآن. يعني اليوم كنت ترى على فكرة في شيء عندي انا قطع فجأة الصوت وراحت السبورة، معلش شغلها تاني. بعيد الفقرة الأخيرة اللي هي إضافة لو كان عندي شركة معينة مثلا، لحظة بالله القائمة دي الثالثة قائمة الكتاب، وكان عندك مثلا بي سي آي أضفتها، فتسوي إضافة من هنا الآلة وراح تلقاها في قائمة المتابعة على طول مباشرة. تركز عليها، هذه هي البي سي آي، تمام؟ فتقدر تستعرض الإشارة اليومية، إشارة نسوي حفظ سحابي لها من تحت، حفظ سحابي، شوف حفظ سحابي هذه هنا. إحنا نركز، أنا أفضل أتمنى من كل الموجودين يستخدموا نسخة الكمبيوتر، لأن فيها يعني يكفي في الليل لو 10 دقائق تستخدم نسخة الكمبيوتر تسوي قائمتك، ثم بعد كده تقدر تتابع عن طريق الجوال، لأنه نسخة الكمبيوتر فيها ميزات متقدمة. هذا إذا ما تستطيع خليك على نسخة الجوال، لكن أفضل شيء تستخدم الكمبيوتر ثم تتابع عن طريق الجوال أو عن طريق الكمبيوتر، هذا أفضل.
اسوي حفظ سحابي. لما تسوي حفظ سحابي هتجد عندك قائمة البي سي اي، في قائمة المتابعة عندك في نسخة الجوال، يعني تقدر تسوي متابعاتك وتنقلها إلى نسخة الجوال. إذا قائمة المتابعة هي قائمة خاصة بشركات أنت تضيفها. لو كنت على السوق هتجد عندك وظهرت، لو كنت على السوق افرض السوق شغال الآن وطلعت إشارة لحظية على البي سي اي هتظهر لك عندك لأنك في قائمة المتابعة. تمام؟ لكن قائمة التحليل الفعلي اللحظي هي لكل الشركات. هي لكل الشركات. طيب إذا التحليل اليومي فهمنا، التحليل اللحظي فهمنا، قائمة المتابعة فهمنا. نجي الآن كيف كيف تشتري وتبيع في سوبر ترند، ثم بعد كده كيف تسوي، يعني افرض او قبلها هذا شرحت الصباح، خليني اشرح الحاجه الجديده اللي هي كيف تعد قائمه للشركات للغد. انا عندي كذا طريقه. الطريقه الاولى تضغط على اعاده ترتيب، وهذه غير متوفره الا في نسخه الكمبيوتر. عندك طريقه واحد اعاده ترتيب، وطريقه ثانيه الفلتره التصفيه. التصفيه موجوده في نسخه الجوال والكمبيوتر، لكن إعادة الترتيب موجودة بس في نسخة الكمبيوتر. تضغط على إعادة الترتيب، وأبغاكم تركزون على خاص واحد، يكفي يكفي على خاص واحد. اختار خاص واحد هيرتبها لك حسب القوة. شوف الآن رتبها لك حسب القوة. إذا هي الآن مرتبة لك على الشركات حسب قوة الإشارة. لو ضغطت على هذا الخيار هيعطيك إيش هي عناصر القوة. انا ممكن اركز على خمس شركات، ست شركات اللي يبقى من افضل الشركات. فغدا عندنا، غدا لان هذا يومي جاهز، غدا نتابع ارامكو، نتابع اسمنت، نتابع الالماني، نتابع العالميه، نتابع جاكو. تمام؟ اي شركه تبغى. فهذه الشركات كلها مرتبه، ممكن تضيف هذه قائمه المتابعه تبغاها. افرض نبغى نتابع السعودي الالماني، نتابع اسمنت السعوديه، كنت نتابع مثلا التمويل. أضفتها الآن. لو رحت قائمة المتابعة هجد عندي قائمة للمتابعة الشركات التانية. أثناء السوق حتظهر كل الإشارات اللحظية لهذه الشركات، يعني أي إشارة لحظية أثناء السوق تخص هذه الشركات راح أستقبلها في قائمة المتابعة. تمام؟ وهذا في يعني في نسخة الجوال والكمبيوتر. أضغط على الشركة أقدر أستعرض بطاقتها على اليومي وبطاقتها على اللحظي. تمام؟ إذا الطريقة الأولى هي إعادة كيف تختار الشركات، الطريقة الأولى عن طريق إعادة الترتيب. الطريقة الثانية الفلترة التصفية. أنا أفضل بالنسبة لكم كمبتدئين في خيارات كثيرة، في ملف موجود اضغط على هذا الملف. تمام؟ هتجد ملف متكامل عن الفلترة. أنا خليني أسوي سكرين. هذه ملف الفلتره هنا عندي. هذا اليوم شرحناه، هذا اليوم الليله بنشرح فيه ثم نرجع. هذه الان دليل الفلتره صفحتين، انا اكبرها الان. هذه الفلتره عندي تفلتر على التحليل اليومي، فلتره قويه ومكتوب لك الخطوات، معتدله وفلتره متقدمه وفلتره خاصه وفلتره جديده وفلتره عمليه. انا ابغاكم تركزون على اي فلتره مناسبه، يعني ركز لي على الفلتره هذه. تمام؟ وركز لي على فلتره متقدمه. ركز لي على سجلوها عندي. فلتره متقدمه كبدايه لكم وفلتره جديده. تمام؟ طبق الموجود، موجود كل شيء باختصار في البرنامج. نرجع الان للبرنامج. بس اكبر الشاشه. خليني اسوي فلتر الان، فلتره اللي هي متقدمه. اختار ايجابي ثم اختار منتقل الايجابيه حتى. ايش هي ذي الفلتره؟ هذه من اقوى انواع الفلتره او التصفيه. معناته الشركه ايجابيه على اليومي وتوها كانت توها منتقل الايجابيه حديثا، يعني كانت اخر اشاره سلبيه توها اليوم ايجابي، معناته انت ملتقط الشركه من القاع. هذه فلتره قويه جدا. تختار هنا، تختار هذا الخيار
ثم بعد كذا إعادة اعتمد فقط. تمام، هذا هو إعادة انتقل للإيجابية حديثا، إيجابية اليومي، أنا الآن على اليوم. تمام، ثم اعتمد هنا حيصفي لي الشركات هنا. تمام، إذا غدا عندي إيش هي الشركات اللي مرشحة حسب هذه الفلترة؟ طبعا هنا لازم أغير الباسورد عشان أنا أرتاح، أنا أغير الباسورد وأرتاح. تمام، إذا أنا عندي سويت هذه نتائج الفلترة، ممكن أضيفها واحدة واحدة مثل ما تعلمت من هنا إلى قائمة المتابعة. أقول لك ممكن تضيفها من هنا واحدة واحدة. تمام، من هنا، أو ممكن أضيف نتائج الفلترة كلها كاملة، هذه نتائج الفلترة، بالضغط على هذا الخيار. كل هذه أضيفها دفعة واحدة. تبغى تمسح القائمة السابقة ولا لا؟ ابغى امسحها، ابغى بس هذا الشيء. اروح قائمه المتابعه، حاجد كل الشركات اللي اخترتها الان موجوده عندي، هذه القائمه، هذه الشركات اللي تتابعها بكره، وهذه اشاراتها اللحظيه. طبعا هو ليش عرضها لك الان؟ لان هذه اشارات اليوم موجوده، بكره حتنمسح ويجي لك. فلاحظ ان هذه اشاره في التاريخ حقت اليوم، فهذه الاشاره اليوميه، وهذه الاشاره اللحظيه، اخر اشاره لحظيه طبعا حاليا متوفره وعقد اليوم. تمام، نرجع للفلتره. هذه واحد. الفلترة الثانية، وتركز عليها، تركزون عليها، إيجابية على اليومي وجودة الإشارة، ثلاث نجمات أو نجمة واحدة أو نجمتين. تمام، خلينا نختار ثلاث نجمات، هنا الخيار ده وهذا الخيار. تمام، ثم اعتمد. هلاحظ انا عندي طبعا لازم اسوي خروج عشان تروح دي الشاشه، ما اعرف ايش. الاحظ اعطاني فلتره ثانيه ممكن اضيفها كمان الى القائمه السابقه، الى قائمه المتابعه مثل الطريقه السابقه. انا افضل انك انت تاخذ التقاطعات. يعني لاحظ ان ارامكو طلعت والسعودي الالماني والتموين طلعت في الفلترتين. ممكن على فكره اضيف الفلترتين بعد. ممكن اروح انا مره ثانيه واختار هذه واختار الثنتين مع بعض. ممكن على فكره اكثر من فلتر اختار، يعني انا اقول لك ركز على هذا، ممكن اختار اكثر من فلتر يعني في نفس الوقت. فلتر مثلا ايجابيه اليوم، انتقد الايجابيه، وكمان ابغاها جوده الاشاره ثلاث نجمات. شو الشيء يعطيني؟ لا ما اعطاني شيء، ما في ولا شركة توافق في هذا الشرط. أنا أخفض الجودة، أختار منتقل إيجابية حديثة، وأختار نجمة واحدة، أختار نجمة واحدة. تمام، إذا أعطاني بي سي آي ولا بي سي آي بكرة للمتابعة، هنشوف كيف نقول. تمام، اقدر اضيفها كمان من هنا كدفعه واحده كل نتائج الفلتره، وممكن اضيفها واحده واحده من هنا. اذا الان هذه طريقه اختيار الشركات للغرق. طبعا لما اضيف القائمه المتابعه ما اقدر اتابع بالجوال بكره، اسوي حفظ سحابي واستقبلها في الجوال، حينقل لي الشركات دي كلها على نسخه الجوال وشغلي موجود. تمام، نيجي الآن للفقرة الأخيرة اللي أنا أبغى أضيفها، اللي هي كيف تبيع وتشتري. فلنفرض اخترنا شركة البي سي آر. أتمنى تجيون الأسئلة عشان أنا معاكم. هذا البي سي آر طلعت عندي في الفلترتين وركزت عليه، كيف أطلبها بكرة؟ نرجع للملف هذا عشان كيف تشتري وتبيع. شرحته انا الصبح عندك اعيده مره ثانيه برضو عشان نوثق. اضغط عليه حينقلني على ملف كيف تشتري وتبيع. خليني اعرضه لكم. اسوي عرض للشاشه كامله، اروح الى ملف كيف تشتري وتبيع اللي هو خاص ب كيف استفيد من الاشاره الفنيه. صفحتين فقط بس انها فيها معلومات كثيره
مهمة جدا بسيطة. هذه طرق دائما أنا أشتري على دعم، والدعم يتحدد ودعم من عندي بخمسة طرق: دعم حسب النقاط السبعة، دعم حسب اتجاه السهم، دعم حسب مؤشر الديوان هذا اللحظي، ودعم حسب غطس السهم، ودعم حسب القنوات. هنشرحها الآن. أول خطوة في إذا فهمتوا دي خلاص كل شيء انتهى في البرنامج. إذا فهمتوا الآن هذه والفلترة انتهى كل شيء. دعم حسب النقاط السبع. قال لك إيش؟ لابد تنتظر الوقت المحدد الموجود في البطاقة وتتأكد من الشرط. كل بطاقة فنية معاها شرط. فقال لك إذا تحقق الشرط تختار أفضل طلب. ما تحقق الشرط تختار أقل طلب. لو السعر بقي كما هو عليه تمدد كمان خمس دقائق مرة ثانية. الوقت الموجود عندك تمدده كمان مرة ثانية وتشوف هل طلع فوق ولا نزل تحت. أو خيار ثالث تخرج من الانتظارات توزع طلبك على أفضل طلب. خلينا نشوف كيف تستفيد من هذا الشيء بالنسبه للبي سي اي. هذه البي سي اي، هذه بطاقه الشركه. هذه بطاقه الشركه كل شيء لازم نفهم ايش العناصر المهمه. اول حاجه هذا الرمز، هذا اسم الشركه، هذا التحليل اليومي. لو كنت في التحليل اللحظي هيعطيك التحليل اللحظي. انا عندي قوه الاشاره، قوه الاشاره لا تعطيها اهتمام كبير طالما سوبر ترند طلعها لك، اذا هي اشاره جديره للمتابعه. اهم شيء انها فوق 80%. مهمة جودة الإشارة، يعني إذا طلعت نجمة واحدة حلو، نجمتين أفضل، ثلاث نجمات أفضل وأفضل، معناته قوة أكثر. أنا عندي هذا شرط الإشارة المهم اللي أنا أتابعه. شرط الإشارة مهم ليش؟ لأنه لو تحقق الشرط حآخذ أفضل طلب. لو ما تحقق الشرط حنزل الطلب شوي، لأنه غالباً مع سوبر ترند لو خليني أقرب بس العرض. لو ما تحقق الشرط السهم حيتراخى وينزل ثم يطلع مره ثانيه. فانت ايش الاستراتيجيه هنا افضل؟ انك تنزل طلبك. اذا انا هذا عندي البي سي اي هذا الشرط. بكره مثلا مع الافتتاح. لو كان هذا عندك اقرا الموجود موجود ايجابيه بشرط بعد مرور خمس دقائق من الافتتاح السعر فوق 41 25 اللي هو سعر البطاقه. اذا انا بكره عندي الساعة 10 و5 دقائق لو كان السعر 41 ونص معناته إشارة إيجابية متحقق شرطة، لأن الشرط قال إذا بشرط يكون فوق هذا السعر 41 ونص فوق 41 و5 معناته إشارة إيجابية متحقق شرطة. إذا أنا آخذ أفضل طلب، أفضل طلب من النقاط السبعة. هذه النقاط السبعة ثلاث نقاط زي ثلاث نقاط، أربع نقاط هذه وقف خسارة يعتبر من الدعوم، تمام؟ وأربع نقاط وثلاث أفضل طلب إيش هو عندي في البي سي آي تحت هذا السعر، وإيش تحت السعر الحالي؟ أنا عندي السعر الحالي مثلا 41 ونص، السعر الحالي اللي هو بعد خمس دقائق. فأفضل طلب تحت ال 41 وربع تقريبا 41، هذه كلها أعلى. إذا عندي أنا ما عندي إلا 41، ما في ما عندي تقريبا الا 41. اذا انا اطلب على 41 دعم تقريبا اقرب طبعا 5 آلاف ما زادت اقرب، تمام؟ او اني اطلب على كمان الاضمن كمان اكون احتاط اكثر لو كان السوق سلبي انزل الطلب على 40 و20. وقف خساره، وقف الخساره يعتبر من الدعوم، احفظوها هذه. وقف الخسارة يعتبر من الدعوم، هو آخر دعم، تمام؟ فممكن أطلب على طلب ما هو متحفظ على 41 مع أنه فرق نص ريال، تمام؟ وفي طلب متحفظ أكثر على 40 20. لو كان السوق تاسي بكرة سلبي، يعني افتتح سلبي، لا أنزل الطلب، ما اخترتها، أفضل أختار الثاني. ليش؟ لأنه أنا أختار أفضل طلب. ليش أفضل طلب؟ لأنه الشرط بعد الساعة 10 و5 دقائق كان السعر 41 ونص، إذا الشرط متحقق. افرض الآن بعد الساعة 10 و5 دقائق اللي هو الشرط هذا كان السعر 41 بس. إذا هي إشارة إيجابية لم تحقق شرطه، متوقع يرتخي أكثر ثم يطلع مرة ثانية.
انزل الطلب اكثر. اذا ما اختار هذا الخيار، 41 ما اختاره، اختار وقف الخساره، اختار وقف الخساره، هذا طلبي يعني. بس وانتظر. تمام. اذا هذه الطريقه الاولى من النقاط، دع طلب حسب دعم النقاط السبعه. طبق نفس الشيء على اللحظه، لكن انا ابغاكم تركزون على اليوم بس. احنا الان اخذنا مثال على البي سي اي، سجلوها عندكم وبكره حنتابعها لحظه ان شاء الله. البي سي اي طلب لو كان الساعه 10 5 دقائق افتتح فوق 41 وربع، اذا نطلب على 41. لو كان بعد الساعه 10 5 دقائق اقل من 41 وربع، اذا نطلب على 41 على 40 و20 على 40 و20 لو ما تحقق. هذا الطريقه الاولى. تمام. الطريقه الثانيه، موجود عندك في الملف، طلب حسب اتجاهات السهم. هذه جهه السهم عندك، اضغط عليها. افرض الان عندي انا السهم، انا جيت الساعه 10 و10 دقائق فاتري تحقق الشرط، اذا انا انتقل الى اتجاهات السهم. تمام. افرض الان كمان عندي انا السهم طار، وصل 41 41 70، هذا طار السهم، نقاط السبعه ما راح يوصلها والسوق فوق، يعني افضل نقطه نقاط السبعه بعيده، اذا انتقل الى طريقه اتجاهات السهم. هذه طريقه اتجاهات السهم. تمام. احاول هذه شرف سوبر تيم شايفين السابق، احاول امسحها شيء الغيها عشان تكون واضحه بس لكم من الاسفل. اكبر هذه شويه تحت عشان نفهم اتجاهات السهم، عشان السهم سهله جدا الان على اليوم، يعني خليك على اليوم بي سي اي. اذا انا غدا عندي هذا دعم واحد، وهذا دعم، وهذا دعم، هذول الاثنين يلتقوا. انا عندي اول شيء منطقه العمليات هذه هي، يعني ما اروح اسال الماوس احطه هنا في المنطقه هذه، لا احطه هنا، لان الشمعه راح تكون هنا، الشمعه اليوميه راح تكون هنا. تمام. فانا عندي هذه الدعوم والمقاومات. كيف يتحدد انه دعم ومقاومه؟ حسب السعر. السعر الحالي كم؟ لاحظ انا ما طلعت الان الى 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 سعر البطاقه، لا الى السعر الان. افرض كان 41.80 هنا المنطقة هذه، شايفين 41.80 أنا طالام عليها. إذا أقرب طلب وين؟ هذا الخط، أحط الماوس عليه، الطلب حقي 41.20. افرض كان آخر سعر هنا في المنطقة هذه، إذا الطلب عندي على هذا الخط، وهذا الخط زي بعض طابقين على بعض، هذا الخط أو ذا الخط كل واحد. الطلب عندي لو كان هنا في المنطقة هذه، لو كان عندي افرض كان 40.90 فرض 40.90 في المنطقة هذه هنا بالضبط، إذا أنا أطلب تحت على 40.65، أقرب 5000 تايد ما بس ما عندك مشكلة 40.60. تمام. هذه جاء. لو كان افرض كان السعر هنا في المنطقة هذه افتتح جاب أب تقريبا 42.80 فلنفرض، إذا أنا عندي هذا الطلب عندي، أضع الخط على هذا الخط 42.10 42.10. هذه طريقة اتجاهات السعر. الطريقة الثالثة نرجع لها، خلاص قرب ينتهي، وبرضه حخليها في لقاء الغد، خليها الآن هذه لأنها طريقة خاصة باللحظة، خاصة باللحظة، نخليها شويه متقدمه. طريقه غصه السهم والطريقه الرائعه، لكن احيانا تكون ما هي متاحه لي. طريقه رقم اربعه وطريقه خمسه. طريقه حسب غصه السهم، ارجع الى السهم، روح البي سي اي، بالله سجلوا لي النقاط اللي قلتها على الطلب عشان نلخصها. نروح الى غصه السهم هنا في الاسفل، ننتظر التحميل، واضغط على غصه السهم حيرسم لي غصة السهم. غصة السهم مبدأها بسيط، اني انا اطلب هذا عندي كأنه زي البحر، شايفين البحر ده؟ هذا اسمه بحر الدعوم، مستويات، اربع مستويات. السهم عادة لو كان في ترند صاعد يغطس
ويطلع مره ثانيه. حاجه اسمها الهولي جرين، لو سمحت سويتوا سيرش هولي جرين الدخول المقدس، وفي محاضره عندنا في صفحه السوبر ترند اللي هي معادله الحظ والاسهم تكلمنا عنها. هذا مبنيه عليها رفض السهم، ان السهم لو كان في ترند صاعد افضل دخول له هو دخول الهولي جرين الدخول المقدس، ان السهم يغطس تمام ثم بعد كذا يطلع مره ثانيه. فلاحظوا السهم هنا عندي غطس هنا، شوف من هنا بدا غطس هنا طلع مره ثانيه، طلع كبير غطس هنا طلع مره ثانيه، غطس هنا طلع مره ثانيه. شوف انا دائما اطلب على شو الان بي سي اي، هذا البي سي اي اخر شيء لو ركزت لاحظ انه اليوم اغلق فوق، كمل انا اغلق اليوم اضغط على تصغير، شوف عندي الخيار على التصغير عشان بس كم اغلق، طبعا اغلق على 41 25 ارجع مره ثانيه اقل من الغطسه قليلا، شو حد الغطسه هنا، هذا حد الغطسه اقل من الغطسه تحت او انه فوق الغطسه، لا اقل بقليل او على الغطسه بالضبط. انا بكره لو بكره سجلوا عندكم بكره لو الافتتاح فوق 41 25 انا احط طلبي على 21 41 25 لان هو الدعم حق الغطس، الخط ذا حق ذا تقريبا 41 25 اذا انا اطلب على 41 25 لو افتتح اعلى منه بقليل. في دخول ثاني امن اكثر للمتحفظين لو كان السوق سلبي على المستوى الثاني، على المستوى الثاني اللي هو هذا المستوى الثاني حق بحر الدعوم اللي هو تقريبا 40 6 مثل ما اتفقنا في تشاب السهم 40 6 في دعم، بس بعيد جدا لو صار انهيار طبعا هذا بعيد جدا ما راح يحدث، لكن هذا عندي انا عندي ممكن اطلب على 41 20 25 او الطلب المتحفظ لو كان السوق سلبي 40 50 40 6. شايفين غطس السهم مفيدة ليش؟ لأنه لو كان افرض السهم ملا سعره النفط ما تطرب عليه، تنتظره عند الحد، عند حد البحر. طيب بالنسبة للقنوات نفس الشيء، القنوات أطلب على حد القناة السوقية، هذه القنوات عندي وهذه الطريقة الأخيرة الخامسة وانتهينا كده. أنا أطلب على الدعم السفلي، شوف الآن هذه آخر شمعة انتهي اليوم، هذه اخر شيء بعد بعيد. الطلب الامن هنا في المنطقه هذه، كم الطلب الامن؟ 40 و10 40 و10 الطلب الامن. اروح مره ثانيه تحت القناه اللي تحت، عندي خمس قنوات او اربع قنوات هنا، عندي اربع قنوات هنا. هذا الطلب الامن 40 و10، لو اخذت رقم اثنين في طلب عندي كمان مضاربي على هذا الخط، طلب مضاربي على هذا الخط تقريبا على 40 80. لو رحت رقم ثلاثة في عندي الطلب الآمن 40 10 تقريبا هنا الخط هذا. دائما أطلب على دعم على أهد القناة السنة. القناة الرابعة طلب على الخط هذا تقريبا 40. عندي خيارات ممكن أوزع طلبي عليه، تمام؟ إذا كذا إحنا انتهينا من الأساسيات حق سوبر تريد. أساسيات كيف تسوي فلترة، كيف تنقلها إلى قائمة المتابعة، كيف تحط الطلب، هذه الأساسيات تفيدك الآن وتكفي الآن، ما نبغى في أشياء متقدمة خلوها بعدين إن شاء الله، عندك تحديد الأهداف وعندك المؤشرات المفتاحية وعندك سوبر فوليوم، لو كنت كيف تحدد القمة، هل القمة اختراقها كان يعني اختراق حقيقي ولا وهم، هل كسر القاع حقيقة ولا عن طريق سوبر فوليوم، وموجود تعليمات هنا فيه. هذا تقريبا كل شيء، يعني هذه الأساسيات اليوم نكتفي بهذا القدر، يعني قدر كبير جدا. إذا فهمت محاضرة اليوم تكفيك أنك أنت تبدأ في تحقيق الأرباح بإذن الله. في عندي نصائح بس عشان أختم فيها، أبغاكم تركزون عليها عشان أنا أختم فيها. هذه هي أرسم الشريحة، هذه النصائح المهمة اللي تسوون فيها كابتشر على الجوال. ركز على اليومي لأنه أكثر مصداقية، على فكرة اليومي أكثر مصداقية بكثير من اللحظة. اللحظة يحتاج مهارة ومضاربة،
ركزوا على اليومي، اليومي انتم في البدايه، ثم اذا فهمت البرنامج بتتقل. الشيء المهم لا تدخل الا على دعم حسب الطرق الخمسه اللي ذكرناها. الموضوع الثالث، اذا دخلت على اشاره وعلى دعم ترى العطاء يتطلب يوم يومين ثلاثه. سوبر ثنت دائما دخلت من القاع، فتحتاج انك انت لا تنتظر النتيجه في نفس اليوم، تمام؟ ممكن تجيك لكن يومين ثلاثه، واذا انت بدات تربح دع الربح ينمو، تمام؟ ومثل ما يقول دع الربح ينمو واقطع الخساره بحذر. يفضل طبعا دائما تعمل فلتره او اعاده ترتيب لتركيز الاشارات، واعمل قائمه متابعه احفظها سحابيا واجعل الجوال للمتابعه. حاول تستخدم نسخه الكمبيوتر ولو ليلا، يعني لو كان لو كنت في العمل ما تقدر تستخدم الكمبيوتر، يكفي في الليل تحدد الشركات وتحدد النقاط عندك تسجلها يكفيك، ثم تتابع عن طريق الجوال. هذه النقاط السبعه تلخيص اخير ونختم فيها قبل الاسئله. دائما اطلب على دعم. النقاط السبعه متى تستخدمها؟ اذا كنت متابع للسهم وترغب في متابعه حق الشرط او لا، هذه افضل حاجه، تمام؟ واذا كان الطلب في 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 مدى السعر الان، يعني ما السهم ما طار مره، في مدى السعر الان يفضل تستخدم النقاط السبعه. اذا السعر اذا فاتك حق الشرط، تمام، الوقت المحدد المطلوب ما كنت موجود، او السعر طار او نزل تحت، انتقل الى اتجاهات السهم. غطة السهم استخدمها إذا كنت قريب، إذا كان السهم سعر السهم قريب من بحر الدعوم مثل ما قلنا. إذا كان قريب من بحر الدعوم انتظر عند أحد الدعوم الأربعة. لكن لو كان مثلا بعيد فوق لا تطلبه على بحر الدعوم، انتقل للطرق الأخرى. القنوات، إذا كان سعر السهم قريب من حد القناة. الطريقة رقم ثلاثة اللي ما شرحناها، اللي هي حسب المضاربين مؤشر الدوام، يعني انتقل لها اذا اتقنت البرنامج، لانه ممكن تطلب ماركت اذا انت اتقنت هذا الاسلوب. كلمه اخيره، اتمنى تتعاملون مع البرنامج بجديه ومع الاسهم بجديه اكثر، لانه ترى بعد سنتين ان شاء الله اذا الله احيانا 85% من المتداولين صغار المتداولين هم خارج الحلبه، هم خارج السوق، اما متعلق ولا خسران، ولا يبقى الا 10 15% او 5% وهم المحترفين. لذلك سوق الاسهم يحتاج الى انك تتعامل بجديه، لا تتوقع ترى الربح سهل انت تدري. يعني انا كل ما انا من 2004 في السوق، كل ما عرفت ان الفرصه كل ما كانت اصعب، كل ما وصلت لهذا الادراك انت الان في السليم وتعرف ان الفرصه الحقيقيه ترى صعبه. سوق الاسهم من اصعب انواع الرزق، مو سهل. اذا انت تعامله باستخفاف وسهوله وكذا وتحس بالموضوع حط الطلب ويطلع، لا انت في خطر، راح تقع يوم وقعه كبيره، لان السوق ما يبقى فيه الا المحترفين الذين يعني ايش اهم ميزه لهذا الشيء؟ ينضبطون في اتباع القواعد. عندك سوبر ترند، اذا انت مثلا اتبعت القواعد حقته ان شاء الله انت في السليم وحتنجح. انت عندك استراتيجيه معينه او منهجيه معينه اتبعتها بدون عواطف، انت حتنجح. فدائما حاول دائما تمشي في السوق بهدى وبمنهجيه، ولا تمشي تحسب الموضوع سهل ونزهه، حتقع يوم وقعه حتقول كلنا احنا خسرنا من 2004 خساره، ما تعلمنا الا بعد ما اخذنا هذه المراحل. هذا ما لدي اليوم، واترك المجال لابو يحيى فليتفضل. بارك الله فيك دكتور، يعطيك ألف عافية، شكرا لهذا الشرح الوافي والكافي، الله ينور بصيرتك. ممكن ناخذ شوية أسئلة بعد إذنك، عندك وقت؟ بعد إذنك، بعد إذنك أبو يحيى. تفضل يا أبو محمود. معليش أنا أبغى أفتتح الأسئلة. تفضل. الله يحييك أبو محمود. الله يعطيك العافية دكتور. تسلم أبو محمود، الله يحفظك. بارك الله فيك. السؤال يقول بارك الله فيك، ما مدى سرعة استجابة البرنامج بما أنه مصدر البيانات على حسب ما قلت أنت الرسيفر من الخارج؟ طيب سرعة البرنامج مع البيانات اللحظية، يعني هل نقدر نقول أنه مثلا الإشارة السهم عندما يكون يتحرك في الشاشة الآن لايف، هل تتوافق معها الإشارة بسرعة ولا بيعطيني هي متأخرة؟
التحليل اللحظي، الإشارة لو وصلت على اللحظي تراها فورية على الأسعار الفورية، ولكن في نقطة معينة السيرفرات تمر على 550 استراتيجية، ففي تأخر ممكن 10 ثواني أو 5 ثواني عن السعر الحالي. يعني هو الآن حلل، افرض مثلا سابق كانت على سعر 100، ففي تأخر 10 ثواني. هذا ال10 ثواني ليش؟ لأنه السيرفر بده يحللها، ما ينتهي منها إلا بعد 10 ثواني 15 ثانية، فهي توصل بعد 10 ثواني هذا التأخر بس فقط. جزاك الله خير. طيب توضيح والأسعار الفورية وبالنسبة للبرنامج، لكن هو ليس عرض أسعار، لازم نفهم إحنا ما عندنا تصريح على إنه يعرض الأسعار ولا ممكن، لكن هو عمق السوق وأسعار فورية ليس إحنا مصرحين فيه، يحتاج هذا من تداول وأموال كبيرة. تمام؟ جزاك الله. تفضل حياك الله. يعطيك العافية أبو محمود. هو فعلا ليس عارض الأسعار. في واحد كان بيقول أنا انتهى تيكر شارت تبعي، هل بدل ما أجدد تيكر شارت أشترك في هذا؟ التيكر شارت عارض أسعار، وبرنامج يعرض لك الأسعار بالإضافة إلى أشياء أخرى كثير، منها السيولة، منها دعم ومقاومات، منها تفتح شارتات وهذا، لكن هو في الأصل عارض للأسعار اللحظية. هذا البرنامج اللي بيتكلم عليه الدكتور ليس عارض للأسعار، يعني ما تعتمد عليه اعتماد كلي على الأسعار اللحظية، أكثر مما هو يعطيك إشارات إيجابية وسلبية على الشركات فقط. فهنا الفرق بين الاثنين، بس انا عندي ميزهم. نقطه بضيفها، انت ان شاء الله تفضل اذا تعلمت مع البرنامج تفضل. لن تحتاج اي شيء ثاني. الاسعار اخر سعر محفظتك. شوف انا والله لي فتره كبيره والله ما اشوف العرض والطلب، اخر سعر بس يهمني. ليش؟ لان اصلا انا عندي نقاط، انا اطلب على نقاط محدده، حتى العرض والطلب ما يهم، هينزل لي على طلبي. فانا اقول لك مستقبلا انا ما نبغى نطلع الناس، ولكن انت لن تحتاج يعني اسعار فوريه، اخر سعر بس عشان تستلم سعر السهم كم. يعني تقدر تاخذه من المحفظة حقتك، من حسابك في بس المحفظة. يكفي 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 ابدا يكفي، ما تحتاج اي شيء، لانك انت تطلب على نقاط. ما علي انا من الخمسه هذه، الخمسه الاوامر العشره، ما علي اللي حينزل لي انا اذا ما جاء على نقاطي انا ما علي. هذه تمام فكره البرنامج. تمام تمام طيب أبو وسيم تفضل لك المايك، ويريد تكون أسئلتكم مختصرة. أسعد الله مساكم جميعا، وأسعد مساك يا دكتور. صراحة سؤالي الرئيسي سبقني فيه أبو محمود، هو اللي كنت بسأل فيه، لكن أريد بس أضيف نقطة. أنا أقدر هذا الجهد اللي عمله الدكتور، وأعرف إنه جهد كبير جدا، كلفه جهد ذهني وجهد مالي، وأنا أدعم هذا البرنامج لأنه أعتبره مؤشر، يعني إندكس، فنضمه مع المؤشرات اللي على حسب ما فهمت من برنامجه، ان نضمه مع المؤشرات يمكن بقوه الاشيموكو، وقد يكون افضل من الاشيموكو من ناحيه المؤشر. فشاكر لك يا دكتور على هذا البرنامج الجميل جدا وعلى شرحك كذلك، وانا ادعم هذا البرنامج بقوه جدا، بقوه يعني ادعمه. وكونه انت كشخصك كسعودي، يعني انا اولا ادعم هذا العقليه الكبيره جدا، لاني اعلم كثيرا عن هذا الجهد اللي انت بذلته فيه، وشاكر لكم، يعطيكم العافيه. الله يحفظك. يعطيك العافيه يا بس ابو تصحيح وسيم. عندي يا ابو محمود، البرنامج ليس ملك لي انا، مجرد يعني المستشار الفني لسوبر، عشان بس تصحيح. لو رحت للموقع هتجد ان البرنامج ملك لشركه الحلول الجامعيه، وشركه مسجله في السعوديه برقم وسيم في التاريخ. وللامانه البرنامج ليس تصميمي ولا تصميمي حتى للسعوديه، احنا اخذنا الكور كود من بورصه في امريكا، يعني تعرف هم مهتمين هناك بالرقم، واعطونا حتى الواجهات. على فكره ما قدرنا اليوم ينتقدون بعض الواجهات، ترى ما نقدر نغير فيها كثير، لان عندنا بعد على قولتهم شاشه معينه بس. فالبرنامج ليس يعني لي انا وليس للشركه اصلا، هي ملك لها، ولكن كبدايه هو من البورصه الامريكيه. طيب ابو فهد تفضل. يا ابو فهد اشكرك بعنف يا دكتور على هذه الشفافيه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام دكتور، انا ابغى سؤالي يكون شعبي شوي.
لأنه اللي يهم الأخوان يمكن في الغالب هي يعني جزئية بسيطة فقط لا غير. أنا هعتبر نفسي أني متداول أتعامل مع هذا البرنامج بكل شفافية، معي 100,000 ريال. حنا أخذنا وأنت حطيت لنا قبل شوي أنه البي سي آي كمثل ضربت عليه أغلب الأمثلة اللي أنت أخذتها. هل أنا مع هذا البرنامج 100,000 أدخل فيها على دعم واحد؟ ولما أدخل 100,000 على دعم واحد إذا كان أخذتها اتجاهات أو أخذتها من النقاط السبعة، إذا كان ابتعدت عن الغطسة مثلا إذا كانت على حافة غطسة أو حاجة زي كذا مثلا، إذا أخذناها بالأضمن منه وهو الأضمن أتوقع أن الاتجاهات أو الدعوم اللي هي حسب الاتجاهات أو السبعة نقاط. طيب إذا أنا أخذتها، هل إذا أخذتها على سعر واحد هل أتعامل معاها بالهدف اللي موجود ضمن النقاط السبعة أبيعه هناك؟ أنت ما حددت لنا أهداف، يعني الهدف اللي أنا أبيع عليه لا أعلم أنا فين أبيع. هل أنا أبيع عند لما يعطيني إشارة سلبية؟ هل أنا أبيع عند هدف محدد موجود مذكور لي أساسا من يوم ما دخلت على هذا السهم؟ وأنا كيف أتعامل مع هذا المبلغ؟ الله يخليك، شكرا مقدم. الله يحفظك. احنا ذكرنا في اللقاء في مشكلة يعني معلش احنا نقرأ موجود هنا عندك البيع، طرق البيع والخروج من السهم، هذه موجودة عندكم، هذه موجود. أنت تشتري على دعم وتبيع على وتبيع على مقاومة أو هدف محتمل، هوريكم الأول الهدف، أو على إشارة سلبية يومية متحقق شرطها. هذه ثلاثة شروط تبيع عليها وتخرج بالسهم. المقاومة مثل ما كلمنا الدعم، خلنا نقول البي سي آي، خلنا مثالنا البي سي آي، خلنا نرجع للبرنامج ونسوي عرض مكبر بي سي آي عشان بس نعرف كيف بكرة نبيع حسب المثال. هذا البي سي آي. شوف الآن هنا عندك مكتوب هدف مبدئي محتمل، شايف الهدف المبدئي محتمل؟ شايف؟ نعم. هذا هو. هذا أول شيء لازم نفهم إنه هدف مبدئي محتمل وليس شيء مقدس، ممكن أقل منه بنصف ريال، أزود منه بنصف ريال، 75 هذا يعني حواليه. فأنت إذا قرب من الهدف حقك المحتمل ممكن تخرج، هذا واحد. أو إنه مثلا لو رحت اتجاه السهم وشفت والله عكس، علشان نعرف هذه تفتح اتجاه السهم، أنتم مثلا هو خلني أكبر بس عشان أوضح الموضوع، كان السهم ما قدر، هذه مقاومة، السهم هنا طلع فوق وأغلق تحت، وأنا أمتلك في السهم وربحان 2%، 1%، 3%، أنا أبيع لأن هذه مقاومة ما قدر يخترقها، هذه مقاومة يعتبر فشل يعني هنا. أيوة مقاومة، لازم أفهم الدعم زي السقف الأرض، الدعم والمقاومة مثل أرضية، الأرضية هي الدعم، أرض عندي غرفة، الأرض هي الدعم، الكرة لو ضربتها فيها حيطلع، السقف هو المقاومة. فعندي الآن ما قدر يخترق المقاومة، يعني الهاي أو الأعلى فوق ولكن الإغلاق حقه تحت، إذا هو هذا فشل. لكن لو أغلق فوقها كويس ماشي أنا أبقى بالسهم، لكن لو كان أغلق تحتها أنا أعتبره أنه والله المقاومة كانت قوية، أنا ممكن أبيع هنا وأخرج بالربح حقي، أهم شيء أني أنا ربحان. إذا أنا أبيع على مقاومة أو أبيع على هدف محتمل، أو أنه تظهر عندي هنا إشارة سلبية مثل هنا عندي مثلا ثمار، مثلا عسل المثال أنه موقفة، مثلا أسيب مثال مثلا ما في غير سلبية وثمار، طلعت أول مواساة في مواساة هنا وتحقق شرط الإشارة السلبية. الإشارة السلبية أحيانا في نقطة مهمة، السلبية الإشارة إذا ما تحقق شرطها أحيانا يحدث العكس، وهذه مفيدة في الضربات، يعني هذه الآن إشارة لو ما تحقق شرطها حتنقلب إلى العكس، حتصير إيجابية كأنها نقطة تحول صارت. فأنا لازم إذا كان إشارة سلبية وتحقق شرطها، ليش ما أنا متحقق شرطها؟ معناته بعد الافتتاح كانت أقل من 119، إذن أنا أخرج ربحان. أنا افرض أنا الآن اشتريت في السهم ونزل سهم، التزم بوقف الخسارة اليومي، عندك وقف خسارة اليومي موجود في البطاقة التزم فيه، أنا اشتريت في سمية اليمامة ونزل عن وأوشك على بدأ تفعل وقف الخسارة الواحد بده، إذا أوشك على الإغلاق
على وقف الخسارة، يعني آخر دقيقتين من السوق بيغلق تحت وقف الخسارة، إذا أنا أفعل وقف الخسارة. إذا أنا عندي الخروج إما بوقف الخسارة صفقة خسرانة، وهذا من ضمن اللعبة، لازم أنا أؤمن بهذا الشيء. أهم حاجة عندي أنا في نهاية الشهر عندي كم عدد صفقات اللي كم خسرت في الصفقات الخاسرة وكم ربحت في الصفقات الرابحة، هذا المهم. مو مشكلة أخسر عشرة لكن خسارتي بسيطة، وأصبر على ربح واحد يكون كبير. فأنا أفعل وقف الخسارة إذا أوشك على إغلاق على وقف الخسارة، أو أبيع المقاومة، أو أبيع على هدف مبدئي محتمل. ممتاز. طيب دكتور، آخر السؤال أنت ما جاوبتني عليه، هل أدخل أنا بالمئة ألف على سعر واحد؟ أنت حر، لكن أنا أفضل أصلاً ما تدخل. أنا محدد المحفظة كلها مئة ألف ولا بس؟ لا أنا أنا السهم هذا أبغى. ولا محدد؟ أبغى أيوة أبغى سهم فيه. حدد له 100,000 ماشي. نعم. اتبع الطريقة، ممكن تضع كل 100,000 على الطلب اللي حطيته أو وزعته، هذا أفضل. يعني مثلا افرض عندك النقاط السبعة، خلنا نأخذ. يعني البرنامج ما يوجهني إلى عمل محدد يعني. أنت حر، عندك هذه كلها نقاط دعم. كل ذي النقاط السبعة اسمها نقاط سبعة. لو وزعت طلباتك عليها هذا أفضل وأفضل. ولكن ممكن ما يلتقى الطلبة. يا أبو فهد الشغل في الأسهم يعتمد على شقين. لا أنا أفكر البرنامج له توجه يا أبو محمود، على أساس يفهمون العيال يعني. لا ما له توجه. أيوة يعني قد يكون يعني إدارة المحفظة شكل وتحليل السهم شكل، يعني ما يغير مثلاً دعم كم الدخول بكامل السيولة، هذه قاعدة معروفة. يعني كيف تدخل بمئة ألف كلها هي حيلتك بحجة إن الإشارة؟ ما هو حيلتي، أنا أبغى السهم هذا فقط أحط فيه مئة ألف يا أبو محمود، مين حيلتي؟ أنا أتكلم عن إنه السهم هذا أبغى ساهم فيه بمبلغ أنا حطيته فرضي، لكن أنا أتكلم مثلاً في السبع نقاط هنا مثلاً في وقف خسارة وفي دعم كمي وفي عندك دعم تقليدي وفي عندك ارتكاز تقليدي، فهذه كلها أسماء يعني. توزعها. أيوة يعني هو المسألة أنا كنت أتوقع يعني أشوف إذا كان لأنه التعامل لحظي، لأنه يتكلم عن خمس دقائق في البداية، هو إذا كان كذا فهو كذا أفضل. فأنا قلت قد يكون أنه الأفضل أني أضعها على سعر واحد، يعني هذا هو البرنامج كده. طيب يا شباب لحظة شوي، أنا عندي مداخلة في صميم هذه الهرجة بالذات. أبغى أكتشف البرنامج أمامكم الآن. بعضكم أنا سمعت تعليقه، يا أخي نحن نسمع لأبو محمود أحسن من 600 برنامج. خلينا الآن نشوف من بعد إذنك يا دكتور. أبدا الآن أنا أبغاكم تحفظوا بطاقة هذا البرنامج، احفظوها أو شيلوها وحطوها جنبكم وتفرجوا عليها. يعني لازم اللي مشغل الأرقام هذه قصدك أبو محمود أنت. أسمع الآن، خليني أنا أوضح لكم فكرة. حط الآن يا جماعة البطاقة قدامك، تمام، وشوفوا البطاقة إيش كتبت، واسمعوا التحليل الكلاسيكي حق ابو محمود في البي سي اي. خلينا نشوف هل البرنامج يتوافق مع كلام ابو محمود ولا لا، او هل الشارت الكلاسيكي الطبيعي اللي بنشرحه قاعد يبين لنا اشياء مهمه. خلاص فتحت البطاقه، من بعد اذنك يا باشمهندس دكتور انا ابغى اخذ السبوره. خذ تفضل راحتك. يلا يا شباب، أنا إنسان مبتدئ، أنا محلل كلاسيكي قاعد أراقب البي سي آي، فاتح قدامي بطاقة البي سي آي. إيش كتبت لي البطاقة؟ كتبت لي مقاومة، شوف فيه هنا عندي مقاومة تقليدي، وحطت لي ارتكاز تقليدي ودعم تقليدي، وحطت لي أنا أهم شيء عندي المقاومة وعندي الهدف المبدئي وعندي وقف الخسارة. شايفين السبعة دي؟ أنا مو ضروري كل الأرقام القريبة من بعض أخذ فيها، مو معقول أبغى ألعب على 10 هللات وأبغى ألعب على 20 هللة، أنا أبغى أدور في هذه السبعة أشياء رئيسية. قال لي مقاومة تقليدية، وقال لي هدف مبدئي محتمل، وعندي شيء اسمه فوق وقف الخسارة. طلعت في الشارت حق البي سي آي قدامكم، وجدت نفسي إني أنا أساساً أريدي السهم طيب. ليش؟ لأنه في قناة صاعدة، فيوم ظهر في البرنامج إنه إشارة إيجابية، والله إشارة طيب حلو، سهمي صاعد. فين مقاومة التقليدية؟ كم كتب مقاومة تقليدية يا شباب؟ كتب 42.8. نظرت إلى الشارت وجدت إنه فعلاً المقاومة على النسبة الذهبية من الموجة الفرعية اللي قمتها 43.5 قاعها، زائد إنها منطقة الترند. الله أكبر،
يعني أنا لو بحلل البي سي آي فيقتحم البي سي آي 42 تمام، وأجي أنا أسوي حركاتي اللي أسويها قدامكم وأسحب وتد من القاع وأجي أحط منطقة الاختراق، فين أعطاكم الهدف المبدئي؟ أنا الشارت أعطاني 44.5، هو إيش قال لكم؟ هدف مبدئي محتمل، قال 44 صادق 44 دائما نتغنى فيها في البي سي آي، إنه لو اخترق البي سي آي وحب يروح لسقف القناة، وسقف القناة فين؟ قريبا 44 44.5. وفعلا المقاومة اللي ذكرها اللي كتب عليها مقاومة تقليدي حطها 42.8، وهي فعلا خط اختراق وخط النسبة الذهبية. طيب قال لي وقف الخسارة، هي ركز على وقف الخسارة، فين أطلع من السهم؟ قال لي 40.19. لما جيت أنا حسبت لو طاح السهم فيها وكسر 40.19 إيش حيسوي؟ أوف، حيكسر الترند. قلت لك يا برنامج، قلت لك يا معلومات سوبر ترند، شوف أنا الآن قدام عينكم بأشوف الأرقام اللي وضعها وأخذت الأشياء الرئيسية، وقف الخسارة، المقاومة التقليدية اللي عليها الكلام، وشفت الهدف المحتمل، وجدت إنه يتوافق مع الشارت الكلاسيكي 100%. شايفين؟ أكبر الصورة، طلوا في أرقام البطاقة، وطلوا فين وقف الخسارة، وطلوا في المقاومة اللي اخترقت. يعني لو جاء واحد الآن ما يعرف تحليل زي أبو محمود، قلت لكم أنا الهرجة دي، أنا هذه البرامج ما أنا أهتم فيها كثير، ليه؟ لأني أنا أملك العلم الفني، وأنا أعرف كيف أصبر على السهم، وأعرف فين المقاومة اللي حيتحرك منها السهم، وأعرف لو اخترق فين أقوى سقف حيواجهه. لكن كثير منكم ما، أبو محمود لو سمحت شوف لنا السهم يا أخي، أنا مني فاضي مشغول، إن لقيت فرصة وحللت السهم حتلاقيني بكرة، إن حصل حدث جوهري، إن اقتحم 42 جيت أتكلم. شوفوا يا شباب اقتحم البي سي آي، تسألني الأيام دي أقول لك شررم شررم ليه؟ يعني لا تبيع يا أخي، أنت قريب دعم، كنا نقول في اليومين الماضية كيف نطلع من البي سي آي، والله مني طالع ليه يا أخي؟ ما دمت فوق 40 شررم ليش يا أخي؟ أنا داخل قناة صاعدة. لما جيت الآن طليت في أرقام البطاقة يا أخوان، وجدت إنه أرقام البطاقة يعني البطاقة خدمت الآن كبرنامج، خدمت الشخص الذي لا يجيد التحليل أو حاولت تعطيله بسرعة، هو ما قدر يشوف الشيء، طلعت له شركات. مدام حديثنا البي سي آي، أنا أشوف أنه طابقت الأرقام تحليلنا في البي سي آي، فهذا في مصداقية أنه البرنامج ما حط الأرقام دي عبث. أنا ركزت كثير في كلمة وقف الخسارة، أبغى أشوف طيب ليش كتب 40.19؟ يوم طليت في الشارت وجدت انه قريب 40.20، هي منطقة الترند، يعني لو كسرها المعفن البي سي اي كسر الترند، يعني البرنامج صادق لما قال وقف خسارته، لانه لو ما كان البرنامج قالها انا كمحلل حقولها. تفضل يا دكتور. طيب شكرا يا ابو محمود، اول شيء انا اشكرك وهذا تواضع منك، وطبعا مهما وصل، ليست مجاملة والله، مهما وصل سوبر ترند لن يصل إلى رؤية المحلل الفني، مهما وصل، لأن الذكاء الآلي قد يكون يساعدك في زي ما قال أبو محمود، يساعدك في الفرز، يساعدك في أشياء ثانية. لكن أنا خلني أزيد التحدي كمان شوية، وتحملني أبو محمود. ماشي أبو محمود، خلني أسوي العرض الآن. تفضل. نحن يا حبيبي زي ما قلنا وأقولها للجميع، نحن المرحلة تجريبية ونحن مضطرين نجرب. ليه؟ إن كان ما اقتنعت أهلا وسهلا، ما اقتنعت يا أخي لا تشترك، ولكن نحن بنحاول نكتشف البرنامج. نعم. الأسئلة هي بس للعصف الذهني ترى، لزيادة البحث. لا سمحت، بس أنا بالتحدي ما هو، أنت تحديت بس إحنا بنتحداك. يلا تفضل. بس في البي سي آي دي نفسها، إيش تقول عن الـ RSI؟ إيش أقول على الـ RSI في الـ BCI؟ إيه. طيب دقيقة، إذا فيها شغلة RSI أنا مضطر. دقيقة إيه. دقيقة بس أديني، لأني أنا وشوفوا إيش قال سوبر ترند في الشاشة. لا لحظة شوي، لأنه أنا مضطر
مضطر افتح برنامج لا لا خلاص اذا خلاص انا اوريك اياها اوريك اياها على الشاشه اوريك اياها عندي وريني على فكره على فكره على فكره ترى انا لما اجي اقتنع في سهم وادخل فيه اروح اطل في الار اس اي شفت الان الوقفه دي والله لا همني لا ار اس اي ولا ماكد ولا بطيخ انا في وسط السهم هذا كله اطنش وما لم يكسر 40 20 والله يبقى اطلع منه ولا اطل لا في ار اس اي ولا في ماكد لاني انا حددت مقاومات معينه وحددت هدف وهذه الامور انا اقول لك للامانه ما التفتها طيب بس انا شوف الاسعار هي اجت فرصه لما انزلق اروح لها تفضل تمام من ضمن الاسعار برضه في البرنامج انك انت تضغط على النجمه هذه ويبين لك ايش هي عناصر الضوء شوف كيف اخذت عليها ايش هي النجمه اي نجمه لحظه اي نجمه هذه النجمه النجمات هي النجمات تمام ايش النجمات لان سوبر قناه اختراق الار اس اي اختراق المؤشر ال 21 اختراق خلينا نشوف هذه لو رحنا للشارت على فكره ما تحتاج اي شيء مع سوبر برنت الشارت موجود عندك اليومي تروح هنا على الاعدادات تسوي صح على كل الاشارات صح على كل المؤشرات التقنيه وتسوي صح او شيء هذا الار اس اي شوف تحت الار اس اي تكلم هذا الار اس اي شوف ايجابي ما يعطيك ايجابي علامة إيجابية ما يحتاج أنت تصير خبير التحليل الفني ما يعطيك إشارة إيجابية على الار اس اي لأنه اخترق خط ال 45 خط ال 50 وهذا شيء إيجابي يعني. اخترق للأعلى هذا شيء إيجابي بالنسبة لي شو متوسط ال 21 يوم أعطاك يد إيجابية إيجابية ليش إيجابية خلينا نشوف كيف نسبة الواحدة هذا يومي ولا لحظي يومي يومي طيب حلو ليش ليش اخترق ال دقيقه بس خلني ارجع للبرنامج ايوه هذا هو ان شاء الله واضح الشارت خلني ارجع على المؤشرات المفتاحيه هذه نسميها المؤشرات المفتاحيه على بس 21 يوم على 21 يوم اللي هو اي 100 اللي هو المتوسط المتحرك الموزون شوف كيف اخترق للاعلى اللو تحت والكلوز فوق هذا شيء ايجابي المتوسطات عندي لو كان اللو تحت واختارق الاعلى هذا شيء ايجابي فاعطاني انا المتوسط ايجابي الار اس اي ايجابي نجي لسوبر قناه روح سوبر قناه هنا روح القنوات الاحظ القنوات هنا عندي هذه القناه عندي فيها ايجابيه ليش؟ سوبر قناه لانه هنا كان الاغلاق امس تحت القناه واغلاق اليوم فوق القناه فهذه عناصر فنيه يعني كمان البرنامج يعطيك اشياء عناصر فنيه كبيره ايضا الماجيك الار اس اي ذا ماجيك اوسيليتور خطير جدا ان شاء الله اذا اتسع الوقت اشرحه تفضل ابو محمد الله ينور عليك لا خلاص يعني انا اقول حاولت الان اني انا اختبر البرنامج بحديثك هذه شهاده اعتز فيها وطبعا ما في مثل الخبير الانسان لما يتعلم التحليل الفني ولكن شوف انا محلل من 2004 وهذه اغلبها يعني كلها درستها وذا احتاج البرنامج مو اي برنامج احتاجه عشان هو يريح انا ما اقدر افر ال 200 شركه كلها واشوف مين اخترق الترند مين اخترق الكاد انا حبيت البرنامج عشان ايش؟ انا يوميا لما اقعد اسلطن كده واقعد بيني وبين نفسي اقلب الشارتات كلها حلاوه البرنامج اني اسوي فلتر واقول له طلع لي الاسهم الايجابيه، الاسهم الايجابيه اللي طلع لي هي اروح انا افتح الشارت واسلطن عليها. ليش؟ ابغى اشوف مين احلى واحد فيهم انا برضو انا انسجم معه مع الاشاره حقت البرنامج. انا ما نحن ما حنقدر ندخل السوق كله نضارب فيه. كمان الواحد لازم يكون عاقل ومنطقي، هو عنده كم شركه حيختارها ويدور عليها، انا مو كل ما دورت لي شركه طلعت لي 10 ايجابيه، ابغى اروح اشتري بالعشرة. كمان الواحد لازم يعني يشغل مخه شوية مو معنى ذلك أنا عندي 100,000 لازم أدير 100,000 كلها أحطها في سهم واحد هذه عوامل تانية هذه إدارة لكن أنا ممكن أختار سهمين ثلاثة لو كنت توي داخل أعرف أنا أركز فين وأتابع شارتي فين والبرنامج بيفيدني أنه بيلخص لي الإيجابيات ما بيخليني أنا أروح أفر 200 شركة في السوق بيعطيني ملخص هذا انا الى الان عجبتني الفكره دي كلام جميل ابو محمود انا في عندي ملاحظه بسيطه بس انت ما شاء الله عليك ملك الرصيفين والدكتور ما قصر يعني شرحه بإسهاب والله يعطيه العافيه لكن القناه هذه المايله يا ابو محمود
أنا يعني لا أجد يعني مستحيل ما أظن أن في موجود أداة موجودة معانا في برامجنا ممكن ترسم هذه القناة المائلة. أنا ماني فاهم يعني ما معنى هذه القناة المائلة. طيب اللي قبل شوي في القنوات هو عنده قنوات عنده أربع قنوات. أيوة. أنا ما فهمت يعني ما معنى هذه القناة المائلة هذه. اللي جاي زي القوس كذا. انت بتكلمني انا ولا بتكلم المشروع؟ انا والله ابغيت رايك حتى انت في القناه المائله هذه يعني يا ابو محمد. هو دحين انا دحين مالي في الرسومات. ليش؟ لاني انا ارسم. انا لي في البيانات اللي ظهرت الان. انا يهمني البطاقه دي. انا لما قراتها وقرات الدعوم والمقاومات وجدتها متطابقه على نسب الفيبو، متطابقه على المتوسطات، متطابقه. يعني ما دام قال لك هو دخلت 50 محلل تمام، هو ركز على الفيبو وركز على طلع الملخص. هذا ما في شك، هذا ما شكينا. انا اقول لك وافقت يوم نعم نعم لا نشك فيه. احنا هذه مساله رقميه وهو قايم عليها. لك الارتكاز 41 45 تعرف هو ركز على ايش؟ ركز على قريب متوسط ال 50 اللي انت اليوم قريب منه. قال لك هذا ارتكاز، لازم السهم يكون فوقه عشان انت تكون مرتكز. قال لك المقاومه 42 فعلا طلعت هي النسبه وهي هي القوه. لما بعد المقاومه قال لك الهدف 44 المحتمل. هذه الارقام اللي طلعت انا فيها كملخص. اما تيجي تقول لي الان مثلا شوف الرسومات كيف اعتمدها قناه، انا ما يهمني. ليه؟ انا رسام. انا لن اذهب الان واستفيد من الرسومات في البرنامج ده. أنا الآن عجبتني ملخص البطاقة. هذه البطاقة فيها أرقام هي اللي أنا حلعب عليها. فين مقاومتي الأولى؟ فين حأعرض أول كمية؟ فين إذا اخترق أنا حأعرض الثانية؟ هذا أنا حلعب لعبتي بناء على أرقام البطاقة. هل طابقت البطاقة أرقام الشارت؟ نعم. فلماذا أنا أدخل في حكاية إنه ليش رسمت القناة كده؟ لا ما أرسمه أنا، لأنه هو يعتمد عليها في الدعوم يا أبو محمود. الدكتور الآن القنوات المائلة هذه عنده مثلاً لما يحط الكروس على الخط الأوسط هذا عنده دعم، ولا كان فوق عنده مقاومة على الخطوط هذه. هذه دعوم مقاومات. طيب طلع لك هي في البطاقة، يعني بين لك هي في البطاقة بغض النظر. هو ممكن يشتري عليها يعني لحظياً، ممكن يقول حط أنت السهم على كذا وحدد موقعك هنا واشتري هنا. يعني قبل الرجال توي يشرح يعني. أبو فهد معلش أنا أتدخل معك في الموضوع هذا. هذه حاجة في التحليل الفني بيستخدموها كثير، بالذات في أمريكا وفي الأسهم الأمريكية وفي العملات الأجنبية، يسموها الكيرفد ترند. كيرف ترند أو البول ديسبليسمنت يسموها بول ديسبليسمنت. هذه أنا ما أعرف بصراحة إيش معناتها بالعربي لأنه إحنا ما بنستخدمها هنا، بس هي ترندات مائلة قريبة جدا من حركة المتوسطات، يعني زي حركة المتوسطات المائلة. فهذا يجيك ترند مائل أو كيرف ترند يمشي مع حركة الشموع، يتأثر بالبيع والشراء البولش والبيرش، فعشان كده يطلع لك الترند مائل. فهذه نوع من أنواع الترندات يعني موجودة في التحليل الفني، بس إحنا ما بنستخدمها هنا بتاتا. أنا مرت علي زي كده وما اهتميت فيها، ما 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 زي كده ما فهمتها، ما اقتنعت فيها. لكن إذا طلعت لي البطاقة أرقام وافقت أنا ترندي ورسمتي أنا، طب حلو. بس ما شاء الله بيعطيك يعني رسومات لترندات عادية يعني مستقيمة. صحيح. هذا بشكل آلي يا دكتور صحيح؟ إحنا ما يعني ما تتدخل أنت فيها، هو بيرسم لك الترند بشكل آلي. هذه الترندات دي الخمسة هو يحسبها، طبعا هو عنده خمسة أساسية تمام؟ اعتقد من خمسة درجات. أظن يعتمد على الخط ويعتمد على الإغلاقات ويعتمد على ما أدري إيش ويعتمد على عدة اعتمادات. يعني شوف القناة، شوف القنوات هذه، هذه القناة تعتبر دعم ومقاومة ومناطق طلب مهمة. بس في نقطة مهمة بقول لكم لها، في أسرار كثيرة في البرنامج التي يمكن إحنا ما نبغى نضغطها اليوم. الشوكة وما أدراك ما الشوكة، هي دائما في تحديد الأهداف. لكن في أبو محمود بقول لك حاجة مفيدة في البرنامج يمكن تريح المحللين. وانت ممكن تريحك كمان، اتمنى انها تنال اعجابك. اللي هي لو سويت فلتره نعم. اليومي نعم. واخترت تحت نموذج فني متقدم، تحطيه صح عليها بس تمام، ثم اتمت، حيطلع لك النماذج الفنيه من الكوب عروه الى الدبل بوتوم الى المثلثات الى الى الى, إلى شوف
يعطيك تنبيهات فنيه هنا على البطاقه كل شيء. فهنا عندنا مثلا خلينا نقول مجموعه الحكايه، اختراق هدف مثلث ويعطيك الهدف وايضا نموذج الهارمونيك. شوف لو رحت جهه السهم، رحت طلع لي الخليج، اقول لك طلع لي الخليج للتدريب، بالله شوف لنا الخليج للتدريب، ايش النموذج النموذج الخليج اذا اعطانا تنبيه فهو موجود. طيب اديني الخليج، ايش هو الرسم الخليج للتدريب وصل لك، هذا هو شايف المثلث؟ ايوه هذا مثلث عندك شايفه؟ على كسره هنا وبدا يلامس الراس وتوقع تراجع. هذا شايف المثلث الازرق؟ خلنا نكمل شويه. هذا لحظي ولا يومي؟ هذا يوم. يوم. هذا يوم. شوف المثلث. فيعطيك نماذج المثلثات وكل هذه لو صار اختراق لها يعطيك تنبيه لها في البطاقه نفسها. شوف كسر ورجع لامس الراس، ترى غالبا لامس الراس حيعكس الحركه. وتوقع الخليج تزيد بكره ينزل او يخترق، اذا ما اخترق ترى في نزول في اخر ان شاء الله يخترق يا شيخ. اذا اخترق ان شاء الله هذا الخط بمقاومه. لا شفتوا كيف انتبهوا لايجابيته. لو اخترق خلاص وكسر هنا الراس يعتمد على بكره افتتاح. اذا اخترق تقريبا 30 70 فهو في السليم، لكن لو اغلق تحتها سمعت ايش قال؟ سمعت ايش قال؟ 30 70 ايش ما اقول اليوم؟ 30 70؟ انت تكلمت عنها؟ اي لما يجي واحد سالك وقتها قام قال انت قلت له لازم فوق ثلاثة دقائق يقفل فوق الأربعين، هو ضرب الأربعين. قلت أنا طيب لكن أنا أشوف 30-70 هي الأهم على الشارت اللي عندي. نظرية 3-5-7 ما هي مشكلة. 30-70 يعني معناه ماشي. معناه مستجيب للحركة الكلاسيكية هو. هنا عندي اختراق. يعني شوف هذه كلها تنبيهات هنا شايفينها. أنا سويت فلتر كل هذه تنبيهات. تفضل ابو الله يعطيك العافيه. طيب نكمل شويه اسئله في مجموعه ثانيه رفع يدها. يعطيك العافيه ابو فهد، شكرا لك. حياك ابو دانا، تفضل يا حبيبي لك المايك. اللي عنده سؤال يرفع يده يا شباب، لا يكتب لي على التكست، يرفع يده. السلام عليكم، جزاكم الله خير وشكرا دكتور على الشرح الوافي وبارك الله في علمك، والشكر موصول لراس الهرم ابو محمود ولابو يحيى. سؤال سريع الله يعطيكم العافيه. الفواصل اللي تشتغل عليها طبعا التحليل اليومي والتحليل اللحظي، هل بامكاننا التغيير سواء كان على التحليل اللحظي اني اغيرها الى نص ساعه، التحليل اليومي هل بامكاني اني اغيرها على اسبوعي او شهري؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بسألك عن أجهزة التابلت، هل هي تشتغل عليها أو لا؟ شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أول شيء بالنسبة لليومي ما يتغير، ما في تغيير يومي، ولكن الفريمات الأكبر أسبوعي وشهري إحنا نقدر نسوي تحليل على اليومي على الأسبوعي والشهري، ولكن حيطول التحليل اليومي. تخيل التحليل اليومي يبدأ من الساعة 4 عصرا ما ينتهي الا 7:30، فاحنا كثير من العملاء قالوا احنا ما نبغى يطول اكثر من كذا، لو دخلنا مع الشهر الاسبوعي والشهري حياخذ له كمان 5 ساعات، فهو حاليا متوفر فقط اليومي، ولكن اتجاه الترند العام الاسبوعي واليوم والشهري متوفر اتجاه الترند العام. وبالنسبه للحظي عندك لو ضغطت على اللحظي عندك 10 دقائق وساعه، كل اثنين يحلل عليهم ويدمجهم مع بعض، مو بس فريم واحد، فريم 10 دقائق وفريم الساعة. سؤالك الثاني؟ تابلت. التابلت. التابلت والجوال والايفون نسخة المتصفح، احنا اليوم ترى ما اعطنا حقها، ربما ان شاء الله بكره. هي نفس الطريقة، نفس الافكار، ولكن في بعض الخصائص غير متوفرة فيها، ولكن نفس الافكار. نسخة المتصفح ادخل عليها او نسخة الجوال هي نفسها تشتغل على التابلت. طبعا البطاقة هاي راح تتغير طبعاً من تغيير الفواصل. أي فواصل؟ يعني بكرة هاي تتحاذي هذه صالحة إلى بكرة، إلى تحليل بكرة. يعني يقصد يعني البطاقة أرقامها تتغير لحظة عن يومي؟ وحتى لو غيرت الفاصل من 10 دقائق؟ ما تغير، لا ما تغير، هذا هو مدمج، هو مصمم يريح،
هو السيرفر يحلل 10 بلس 60 ويعطيك الخلاصه دي، ما في تغيير. لكن في اتجاه السهم عندك خيارين، في اتجاه السهم فقط عندك 10 دقائق وعندك ساعه، تقدر تنتقل الى هذا، هذا 10 دقائق وهذا ساعه، فريمين عندك اليوم، ما عندك الا فريم واحد، فاللحظي عندك 10 و6 شايفين فوق. طبعا الارقام اللي في البطاقه ما راح تتغير، لا لا ما راح تتغير، لكن يجي بطاقه غيرها. يعني الان مثلا هذه هذه فوقتها، لو صدر اشاره ثانيه حيجي غيرها، لكن ما تتغير. يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك ابو يحيى على الفرصه. اي خدمه حبيبي، يعطيك العافيه. ابو طارق تفضل يا حبيبي، لك المايك. ابو طارق موجود؟ اهلا دكتور، حياك الله. شرفتنا بالمركز يا دكتور، وهذا شيء يسعدنا والله. الله يسعدك. في احنا كنا طال عمرك نتباحث قبل ما تجون انتم ونتناقش بيننا يعني، ففي احد الاخوان قال هل هو مرخص البرنامج يعني من الهيئه او من اي جهه حكوميه؟ اول شيء ترخصات، في عندي اسئله ثانيه. طيب ماشي، اول شيء الهيئه لا ترخص هذه البرامج، رحت السوق الهيئة لا ترخص، تداول هي اللي ترخص البرامج اللي تبث أسعار فقط، فهذه البرامج ليس لها أي ترخيص. لو قدمنا الهيئة ما عندك أي مشكلة، في السوق من 10 سنوات ما في أي مشكلة، برنامج مسجل بشركة مرخصة في السعودية، فما في يعني حتى لو قدمت ما في شيء. إحنا تواصلنا معهم قالوا إحنا ما نقدم، تداول ترخص للبرامج اللي تبغى تقدم أسعار قوية. أي أسعار مباشرة؟ أيوة. نعم، لكن إحنا ما نقدم أسعار مباشرة وعمق السوق، فما نحتاج الترخيص ده. طيب يا دكتور، من ناحية اللي هو البحث اليومي، اسمعني. أيوة اسمع اسمع. أيوة، اللي هو يعني أبحث عن الإشارات، لأن هذه هي أهم نقطة أنا بالنسبة لي وبالنسبة للإخوان. لما هذا يعني كيف أنا أفرز، أبغى أفرز شركات ولا أبغى تطلع لي مثلا 50 شركة، أبغى يطلع لي 5-7 شركات 8 يعني، بحيث الشروط تكون قوية، ولا يطلع لي إلا مثلا 6-7 شركات 10 شركات بالكثير. فهي يعني الفلترة ذي نقاطها كثيرة، أنت ما شرحت كل النقاط، شرحت يمكن نقطتين. فأنا أشوف في ملف موجود انا مش الوقت، لكن اعمل فلتر باختصار. يعني انا شرحت على اليومي ايش الافضل الفلتر، شرحت على اللحظي برضو فيه، ولكن اليوم احنا ما تكلمنا عن اللحظي، ترى لسه اللحظي فيه كلام، لكن خليه في يوم ثاني. لكن باختصار اعمل فلتر، لو رحت الملف الفلتر هنا موجود عندك ملف الفلتر، هتجد عندك 4 طرق 5 طرق، كل اي واحده ترى. على فكره بقول لك شيء، ليس المهم الفلتر أو كذا، المهم هو الطلب على الدعم حسب الطرق الخمسة، هذا أهم حاجة. لأنه أي إشارة أصلاً وصلت يومي ولا لحظي هي مرة على 550 استراتيجية ومؤهلة للارتفاع لو كانت إيجابية، لكن أنت تحط الطلب المناسب. تبغى تركز أكثر اعمل فلترة، وأعطيتك الطريقة على الفلترة على اليوم. تمام، يعطيك العافية يا دكتور. جيم ستوب، لك المايك. السلام عليكم، مساء الخير. هلا بالدكتور، شرفت والله في مركز والله يحييك. صراحة أنا أبي أرفع الرتم شوي وأتحدى، بس عسى يسمح لي أبو يحيى وأبو محمود. طبعا أنا البرنامج علي، البرنامج صحيح كلامك، التصاريح لازم تكون من تداول، وأنا بحثت عن التصاريح من موجودة، لأن زي تكرشار في الاتجاهات مصرحة وموجودة في الأسعار الفورية وفي التطبيقات، بس هذا مو موضوعنا. أنا موضوعي الحين، أنا صراحة أبغى أتحدى البرنامج، لأن هذه البرامج الموجودة عندك سوبر ترند تقدر تبرمجها على التيكر شارت. يعني وش هو الفرق اللي ما يخليني أسوي نفس البرنامج اللي أنت سويته على التيكر شارت؟ هو كله يعتمد على المعادلات. يعني أغلب السوبر ترند يعتمد على المعادلات، الار اس اي والماك دي وش اسمه. قال الكلام ده مين؟ قال الكلام مين؟ انت طلعت على استراتيجيات سوبر ترند؟ ايه. وين؟ انا والله ودي لو تقدر ابو يحيى تسوي شير انا موجوده عندي في التيكر شارت، مبرمج كل معادله، كل خانه معادله في اربع
أربع معادلات وتعطيني نفس نتيجة الموجودة عندك. طيب ممتاز خلاص أتوكل على الله. إيش اللي مضايقك في الموضوع؟ ما ضايقني شيء بس أنا. طيب مدام أنت شايف إنه أنت معادلاتك على تيكر شير. لا لا لا. واضحة وجميلة. إيش إيش المشكلة؟ لا ما ضايق. أنت ما فهمتني يا أبو يحيى. أنا قصدي تيكر شارت موجود أسعاره فورية ولا في تأخير. نعم. صح. برنامج سوبر ترند فيه تأخير لاج أكيد إن تقول سيرفر عنده في أمريكا وأكيد البث أنت ماخذه من أمريكا من أحد الشركات المرخصة. وخذت البث وبرمجته على برنامجك واكيد تاخر اقل شيء 15 ثانيه. طيب بس انت عارف ايش عارف كم استراتيجيه موجوده في سوبر ترند؟ خلينا نجاوب ابو يحيى. تفضل يا دكتور. تاخر ليس من خلل في الاسعار وصولها. انت الحين تخيل بتبني بيت بدات الساعه 10 10 تمام وبنيت جدار حتخلص متى؟ 10 و10 دقائق اقل شيء. هذه ال 15 ثانيه هي وقت اللي يمر على 550 استراتيجيه بس ويرسل لك النتيجه. اوكي تجاوزت المعايير المحدده ارسلها لك، ما تجاوزت خلها لك. فهذا هو هذا التاخير اللي نقول عليه وهو غير مؤثر لانك انت اصلا تطلب على نقاط تحت على نقاط محدده ما ياثر ابدا. حتى لو كان متاخر 10 دقائق انا اقول لك ما ياثر انك تطلب على نقاط تحت. رقم اثنين الاستراتيجيات المتقدمة جدا أنا لو أقول لك عليها يعني هذه من الأسرار ولكن ما راح أقول لك عليها حتنذهل منها. ليست مثل التبسيط اللي تقول عليه. تخيل المنصات اللي تقول عليها حق تيكر شارت ولا أنت مبرمجها يعطيني النتيجة في ثواني. هل هذا برنامج؟ حنا ندخل في تحدي أنت ومنصتك وتحدي بعشرة آلاف ريال بين وبين. جاهز؟ جاهز يا الحطة. أنا حول العشر آلاف لأبو محمود. هتخسر أستوب. هتخسر ترى. لا معليش أبو يحيى خلي بس يتسع له قام يتسع صدرك يعني أنا ما أبغى والله صراحة أنا ما أبغى أطول في الموضوع ولا في نقاش ميري وبين أبو محمود وأنا صراحة ما أبغى أطول في الموضوع هذا. لكن شو اسمه كل واحد يقدر يبرمج. برمج أوكي. لا معليش أنا ما أقلل برنامجك يا دكتور. أول شيء ما هو برنامج. أول شيء ليس برنامج. الدكتور قال إنه هذا ما هو برنامجه فخلي كلامك واضح. هذا شريك هذا برنامج مملوك لشركة الحلول الجامعية وهو مستشار فني في البرنامج. أنا أشرفت على كثير من استراتيجيات على تطبيقها وتحويلها. البرنامج فيه أكثر من 500 استراتيجية فنية. أقول لك شيء خلني أذهله دقيقة خلني أذهله بس في حاجة اسمها. انت جيم ستوب تمام تعرف حاجه اسمها ماركت بروفايل ايه انت لا بس معليش يا ابو ايش يا دكتور انا بس ابغاك توريني الاشارات اللي عندك في اليومي. هذه اليوميه الحين موجوده طيب. هذه الاسهم اللي اعطتك ايجابيه في اليومي طيب تمام لحظه خليك معي اليوم ارسلنا لمجموعه البي اي دي في سوبر ترند انا ارسل اربع شركات بفتره بسيطه تمام خلني ارسل لكم الصوره على حقه الواتساب بس اليوم بس اسمح لي ابو حمود على هذا خلني ارسلها الان بالواتساب بالصوره الى اعرضها على النت اسوي لها شير ارسلتها الى مجموعه الفي اي بي في سوبر ترند عندنا مشتركين اللي احنا نسوي لهم فلتره خاصه تمام وحاقول لك على الفلتره دي انها هي سهله جدا وذكرتها في القناه إذا أرسلتها الآن حرضت معانا الصورة ثواني إذا خلت معانا وحنتحدى حنشوف كم عطاء اليوم كم أعطت هذه الصورة هذا العرض هذه الصورة أرسلت اليوم تمام المشكلة أنها صارت تحديث اليوم وراحت انبسحت لكن هذه اليوم موجودة في جروب الواتساب تمام أرسلناها اليوم أنا أرسلتها بفلترة بسيطة إنه إشارة إيجابية و ثلاث نجمات جودة الإشارة ثلاث نجمات فقط طلعت عندي السعودي الألماني سيوكورب سلامة الألمان شوف لي كم اليوم أعطت هذه اليوم كلها ارتفعت ثلاث شركات ارتفعت شركة واحدة اللي نزلت طيب هذا عطاء اليوم
رقم اثنين، دقيقة رقم اثنين، أبغاك تروح للموقع وتشوف سجل الإشارات، تروح للموقع أي شركة تبغى، إيش اختار لي شركة واحدة، إيش الشركة اللي تهتم شركة يعني مو عاجبتك أعطني أي شركة، أعطيك متى أعطاك شركة تقصد إيش؟ أي شركة تبغاها أنت عشان أشوف لك متى أعطى دخول فيها سوبر، أي شركة يلا أعطني الأهلي تكافل 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 الأهلي تمام، أروح سجل للإشارات تحت تمام، عشان هذا سجل الإشارات كل شيء موثق في البرنامج. شوف الدخول من متى، الدخول من متى، شوف أضغط عليها بالماوس، مو واضحة يا دكتور عشان ال هذا الأهلي تكافل، رحت سجل عيد مرة ثانية، رحت سجل الإشارات في الأسفل، كل شيء مسجل في سوبر. هذا سجل الإشارات، الله أكبر، شايف الارتفاع، شايف 40 75 40 80 كتبتها البطاقة. لو تضغط عليها بالماوس هيعطيك تفاصيل البطاقة متى أعطى دخول، كل شيء في البطاقة، هذه البطاقة، هذه الثاني دخول ثاني، هذا خروج أعطاك تنبيه خروج، لكن ترى مو خروج يعني، لكن جاني أرباح، يعني أعطاك دائرة وقلبها أخضر جاني أرباح، هنشرحها إن شاء الله، ثم أعطاك دخول ثاني قبلها يوم، ثم اليوم أعطاك دخول مرة ثانية يوم. أعطني شركة ثانية، أعطني شركة ثانية، ملاذ التأمين، ملاذ، خلي أمسح سجل الإشارات، هذا اليوم ولا حد طبعا، بس اليوم مصداقيته أعلى بكثير. شوف ملاذ ولا أعطاك أي خروج، أول دخول من هيك دخول، كل هذا اليوم، كل شيء معك مثل اليوم. لو رجعت الشهر وصل، بس لو رحت الشهر اللي قبله جولاي وشهر الواحد، شوف الدخول من متى أعطاك الدخول الأول، شوف الدخول الأول كل استمرارية من هنا أعطاك، لو رحت بسعر 30/6 بسعر 33/50 كم الحين هي 34/40 كل الشركات. طبعا هذا ليس معناته انه 100% سوبر تريند، انا اقول لك في خطا ولكن نسبته بسيطه، ان شاء الله ما تتجاوز 15% يعني بحكم الاحصائيات، لكن ليس معناته ان كل اشاره بيعطيك 100%، ما في شيء 100% على كل حال، غالبا 85% في دقه. في شركات ثانيه تبغاها عطني، بس اقول لك يكفي يكفي كده يا ابو دكتور، خلاص هدي فرصه لغيره. شكرا يا جيم ستوب، يعطيك العافيه. احنا على كل حال هنا ما احنا داخلين تحدي وانا اقدر اسوي اللي انت تسويه، احنا بنستفيد من حاجه معينه. لا لا لا، بس انا اقول لك يعني صعب يعني. الواحد يقلل يقول لي اشارات وكذا وكذا، افهم شوف البرنامج استخدمه وارشيو، ما عجبك احذف وديليت سوي نعم. ديليت نعم خلاص سوي ديليت، واذا انت استراتيجياتك اللي ماشي فيها بتحقق ارباح توكل على الله يربحك ان شاء الله ويسعدك. يا ابو يحيى، ابو يحيى تفضل. في معلومه يعني للامانه، لما طرح علينا الفكره الدكتور نعم، انه بالنسبه للبرنامج كان بامكانه انه يقول لنا خذوا البرنامج وسوقوا لكم نسبه في مركز وكذا، ولكن كان حريص الدكتور انه يتكلم ويشرح البرنامج، وقال للاسف البرنامج لو اخذته الناس بمجرد كده هم اكتشفوا لحالهم للأسف ما راح يستفيد، وهذه بحد ذاتها يعني جزا الله خير، قال ما راح يستفيدوا. طب احنا ايش الفائدة نعطيهم برنامج وناخذ منهم بدون ما يستفيدوا؟ لازم نشرحه ولازم العالم تعرف كيف نشغل البرنامج، كيف نستفيد منه، وهذا ما يفعله معاكم الدكتور الآن، هو جالس يعلمكم كيف تستفيدوا من البرنامج. حيقعد معانا فترة الله يعينه حيشرح لكم هو. إذا أنت ما فهمت كيف تستخدم البرنامج، طيب كيف حتحكم عليه؟ لازم تجرب وتقعد وتسمع إيش يقول لك. قال لك في أشياء كثيرة لا يسع المجال الآن في ذكرها، فندي فرصة ونسمع ونشوف وعندنا تجربة، يعني بلاش على طول يعني نتحدى ونهجم وكذا. تفضل يا أبو، تجربة خير برهان. تفضل يا عبد الكريم.
لك المايك. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله كلكم كويسين. شكرا للجماعه. سؤالي الله يسلمك، في واحده من اي شركه تختارها، في عندك اللي هو الانتظار 5 دقائق او 6 دقائق، ما وضحت فكره هذه. يعني هل بعد 5 دقائق خلاص تعطيني الاشاره الايجابيه انه خلاص حتبدا طلوع، او انه هذا دلاله انه لو في حال ما كمل 5 دقائق وطلع فوق هذا السعر حينزل؟ شكرا. الله يعطيك العافيه. الشرط اللي يتكلم الاخ عن سلام، انا الشرط شرط الاشاره. شرط الاشاره هو لتحديد الطلب فقط، ولا هي ايجابيه. لكن لو تحقق الشرط السهم غالبا يطلع مباشر، يعني ما ينزل كثير، يمكن يرتخي شويه ويطلع. هذا غالبا ما يحدث. لو ما تحقق الشرط السهم ترى حيتحول الى سلبيه مؤقتا ويطلع مره ثانيه. فانت لست تحقق من الشرط، لانه لو تحقق الشرط حتضع افضل طلب عشان تلتقط. لو ما تحقق الشرط انت تنزل طلبك تحت عشان هو حينزل ترى اكثر ثم يصعد مره ثانيه. بس هذه الفكره، ما ادري ان شاء الله وضحت. لما نقول لك تحط طلبك يعني اللي هو سعر الشراء اللي تبغى تشتري فيه، يكون اقل من مثلا قريب، يا عند وقف خساره قريب من الدعم الكمي، في عندك دعم، في عندك ارتكاز، في عندك دعم تقليدي، في عندك ارتكاز تقليدي. هنا هذه هي الاسعار اللي هو بيتكلم عليها الدكتور. بعد مرور 5 دقائق لو السعر ما طلع فوق 69.80 معناته حيتراجع شويه وممكن بعدين يطلع. فالتراجع ده انت تستفيد منه. فالخمسة دقائق هذه يعني كانه بيقول لك اهدى شوية، خد نفس واستنى شوف التحقق حق الشرط هذا هل تم فعلا في الخمسة دقائق دي او لا. هذه الفكرة منه. بعدين انا عندي ملاحظة، يعني كمان اللي يبغى يستخدم البرنامج، انا ما ادري هل يتفق معي الدكتور ولا لا، التعقيد في بالارقام وكذا، يا اخي خد الاساسيات وسيبك من انك تخش في التعقيدات حقه البرنامج يعني والمدري ايش. خلاص لازم يكون لك رؤيه انت في السهم اساسا، وشوف البرنامج اعطاك بعض الاشياء الرئيسيه. تتفق معايا دكتور؟ يعني انا لما جيت طلعت البطاقه ركزت على الارتكاز، ركزت على المقاومه، وركزت على الهدف المحتمل، الا يكفيني؟ يا جدا انت لك نظرك اصلا، ممكن ما تاخذ. هو اعطاك اشاره، على فكره اعطاك اشاره ايجابيه، ممكن تشتري من السوق على طول، بس احنا ما نبغى نقول ده، هاي بكره حيسيئوا ذا الموضوع. نعم ممكن يشيل ماركت ولا هو ممكن لما يتقدم ويعرفوا في اساليب ذا الموضوع في اللحظه. لكن زي ما قلت يا ابو حمود، انت لك يعني ليش الشيء مقدس، انت خذ يعني نقطه نقطتين، لكن لا في قواعد. يعني مو تشتري اعطاك سلبي تروح تشتري والسهم سلبي، او اعطاك نقاط محدده تروح تشتري ماركت وهو قايل لك تحت. لا انت تدري صح يا اخي، حتى نحن نقولها في التحليل، يا اخي انا اقول لك لا تطلع من السهم، استنى عند الدعم عدل، يعني معناه حينزل ولا تستعجل، هذه المنطقه ميته ما هي حقتنا. زي ما يقول ابو يحيى، تعا تعا تعا، انا اذا ما يوصل هنا ماني مشتري، خلاص خليه هو ينزل في اي منطقه ويطلع وانا ارجع اكسب. اما اذا يبغى اما هنا ماني مشتري، لازم اشتري من عند قاعد. وانت قلتها نباتها انه دائما يحرص على الشراء من دعم، وانت بتتابع البرنامج. نعم صح، بس انا اقول لا تعقدوا نفسكم، يعني لا تعقدوا نفسكم، يعني خذوا الملخص من البرنامج، لا نقعد ندقق لازم كده وهو قال كده وما ادري ايه. انت استفيد من البرنامج، خذ الملخص يا اخي. وزي ما قال الدكتور لازم يكون عندك نظره يعني للسهم. هل يشتغل على الماك؟ يشتغل على الماك، بس لازم تتواصل مع الدعم الفني عشان يقولوا لك كيف تثبته على الماك. ومين قال لك يا أخي؟ ومين قال لك استعين بالبرنامج؟ طيب أتعلم التحليل الفني. لما تتعلم التحليل الفني خلي البرنامج هذا يختصر عليك زي ما قلت لك الملخص، عشان أنت تروح كمان تراجع في التحليل الفني. لأنه أنت لما تكون عندك أدبيات التحليل هتفهم البرنامج ليش قال الكلمة دي، ليش قال. تونا سوينا تجربة في البي سي آي، طبقناها، والآن أنا قاعد أطبقها الآن، دحين أوريكم لو تبغوا ليش الخليج دي التدريب قال 30-70، وحتشوفوها بالشكل فعلا. المعادلات حتى في منها كلاسيكية بحتة جدا. افتحوا بطاقة الخليج وتابعوها، وانا مستعد اوريكم نفس البي سي، نفس الارقام، ما تغير شيء.
بالعكس الاختلافات كلها في جزئيات انا ما اهتم فيها، واحتمال البرنامج صادق بس انا ما ابغى العب عليها. انا يهمني الشيء الرئيسي. لما جاء قال لي البرنامج مثلا وقف الخساره 29-14 طليت لعن ابو شيطانه، يعني فوق انه كاسر ترند كاسر المتوسط، صادق البرنامج كمضارب. لما جيت طليت قال لي 29-70 يخرب مطنه ترند فرعي. والله عجبك الله ابو محمود، هل تسمح تعطينا شهاده؟ والله نعتز فيك يا سيدي. أنا... للبرنامج يعني، يعني لا 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 بعد... لا لا بعد 21 يا سلام. احسن احسن يمكن صدمني البرنامج في معلومات في قادم الايام. خلينا نجرب 20 يوم. ابو محمود عطني الاعلى ارتفاعا اليوم ايش؟ انا على اللحظه بس نشتغل على اللحظه. ارتفاع اليوم ايش هو؟ وقت اللياقه كان الاعلى ارتفاع. وقت اللياقه ونحن عارفين وقت اللياقة إنه عنده ترند عند 82 من زمان، نقول لو اخترقوا قلب أمه شمان كحلي قام نسب السهم. طيب شوف وقت اللياقة طبعا اليوم نسب مرة واحدة، خلنا نشوف البرنامج متى عابد يا سلام. طيب حلو هذا وقت اللياقة. شوف الله هذه طبعا إشارة اليوم، ما لك هذه حقة اليوم ضغط عليها تاريخ اليوم. شوف الدخول من هنا ثلاث مرات أعطاك تنبيه دخول مظبوط. في يوم اعطاك تنبيه في يوم 15/7 في سعر 74.5، في 26/7 5.5، وفي 1/8 77.5. اعطني سهم ثاني الاقل ارتفاع اللي تحت. مهاره كم اغلى؟ مهاره الله اكبر. شوف هذا على اللحظي، هذا اليوم بس اللحظي إشارتين، واحد الساعة 10:20 بسعر 78.10 على اللحظي. إشارة ثانية على اللحظي الساعة 12:15 بسعر 78.60. لو رحت تجيل الإشارات يهمنا اليوم يحلنا كمان، هذا على اللحظة المضاربين استفادوا منه، ما أدري كم أغلق والله، لكن هذه مهارة كمان. انتظر شوية تحميل، شوف الدخول من هنا يا أبو محمود. شوف من هنا من هنا كل دخول، وهذا إن شاء الله اليوم مظبوط. البرنامج يعتمد على نظريات حصرية، احنا ما نبغى نقول الكلام ده، انا لو اكشفها لكم ممكن يذبحوني الشركة. لا لا تكشفها اجل الله خليك. لا تكشفها. هل البرنامج يفيد بالخروج عند القمم؟ نعم يديك مؤشرات. يعطيك نفس إشارة الدخول في إشارة خروج. نعم الشغلة تسويق ولا معادلات تشيكر شارت تغني. طيب معليش معليش هو تسويق يا ايديكس. خلينا ننزل لمستوى سؤال أحد الرواد بالله. خلونا نسمع البرنامج ماذا قال عن دار الأركان يا دكتور. دار الأركان هل في إشارة مسبقة نقدر نعتمد عليها وما هي الإشارة القادمة؟ دار الأركان ايه. هذا اللحظي هذا من الأسهم الصعبة. يلا نشوف البرنامج إيش بيقول عليه. أنا أقول عليه شيرونوم. إيش يقول هو؟ طبعا لا تغيير حسب تحليل اليوم. هنتعلم إن شاء الله مستقبلا كيف نقرأ تحليل سامك عن طريق الإضافة. لا تغيير في الوضع الفني منذ آخر إشارة. آخر إشارة تضغط عليها حيعطيك على 60 الإشارات ونعطي الدخول متى. طيب لكن ما اعطيك اتجاه الترند، ما اعطيك اتجاه الترند ايجابي. يا سلام يعني شفتوا يا شباب، شفتوا يا شباب هذه من 10 ريال هذه حقت الدعم قبل العيد الى الان ما قال لكم اطلع من 14/7 سعر 10.26 يا سلام. بعدين اخر اشاره كانت 1/8 سعر 10.68. الله نفس تحليلنا نفس نظرتنا للسهم، ما البرنامج بياكدها. حلو خلاص يا استاذي. تمام يا حبيبي. هاي انتوا تسمعوا كل يوم رايي في الاركان والبرنامج، شوفوا يعطيكم من الاشاره من قاع قبل العيد والى الان هو ما اعطى ولا اشاره حمراء، ما قال لك توكل على الله. حاول تشوف المقاومه الجايه فين فين حيوديك.
طيب بالنسبة لدار الأركان بس أزيدكم الشعر بيت مشاركة مسيحية توغى السهم غطش ورجع إيجابي السهم أهم شيء ما يغلق تحت هذه العلامة البحر 10.40 ما يغلق تحتها السهم 10.44 متوسط 50 مظبوط 10.44 هي بالضبط شوف عليها بس أنا أقربها طبعا 10.44 هي متوسط 50 المكدي طبعا في السلبية الار اس اي ايجابي المتوسط 21 ايجابي الماكدي متاخر شوي حيعطيك اشاره ايجابيه لما عدي بكره 70 و80 طب خلينا بس نخلص الاسئله عشان سهرنا الدكتور كذا احنا اليوم انا ما باقي معي الا 10 دقائق امسكها طيب اخر رائد تفضل يا ريت تختصر خلي اسئلتكم سريعه يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. كيف الحال؟ أنا مع الدكتور ومعاكم أتابع أنتم من يوم ما سويتوا قبل كذا الظاهر سويتوا دورة أو أعطيتونا شهر فاكر يعني نشكر الدكتور على سعة يعني الدكتور خالد على سعته ياخذك يعني من مجال يعني صفر في السوبر ترند يعني لا يبغى يدخل في البرنامج لا يتردد يعني اللي حب البرنامج يقول ما أفهم ما أدري كيف أنا كنت في البداية معاه فسبحان الله زي كذا نقعد أحيان يعطيك 10 دقائق 5 دقائق أسبوعيا إلى أن تصل ما إلا ما تريد يعني زي ما قال برضو أبو محمود أنت خذ اللي تبغى في ناس يحب البطاقة في ناس يحب الرسمات في ناس يحب حتى عندهم طريقة المضاربة اللحظي فالبرنامج بحر ما صراحة ما حد يقدر يغوص فيه يعني قصدي يستوعبه كله بس أنت تختار طريقتك هل أنت لحظي فتدخل هل أنت عن طريق البطاقة أنا صراحة استعمله كالبطاقة لأنها هي أريح نفسيا يعني يعطيني وقف الخسارة يعطيني الهدف هذا هو اللي أهتم فيه أنا وقف الخسارة والهدف والدعوم والمقاومات حتى أرتاح نفسيا صراحة أرتحت نفسيا أنا بعد البرنامج أول كنت أدخل احيانا المضاربه لحظيا تتعب نفسيا زي كذا لكن سبحان الله يعني صارت متابعتي اول ما يفتح السوق يعني السوق او نشوف ايش هي اشاره البطاقه يعني صراحه من ناحيه نفسيا انا يعني اؤيد البرنامج ونفس الطريقه ارجع اكرر انه نتابع احنا ابو محمود وابو يحيى والبطاقات هذه ايش الهدف يعني والدكتور ياخذك من صفر انا صراحه صفر كنت وما زلت اتعلم يعني الدكتور سعه خلق عاليه اخلاقه عاليه جدا ما شاء الله كابو محمود وابو يحيى كلكم عينين في عيوننا حبيبي والله يعطيكم العافيه شكرا يا رائد على التعليق يعطيك الف عافيه بارك الله فيك شكرا يا رائد الله يعطيك العافيه احمد السيف او عساف احمد العساف اهلا وسهلا تفضل خذ المايك تفضل يا احمد احمد انت جاهز ناخذ اللي بعدك طيب ابو حمد تفضل لك المايك السلام عليكم السلام ابي سؤال الدكتور طال عمرك الاشاره لازم ابحث عنها في الشارت او انه في واجهه يجي السهم انه حقق الاشاره اشاره الدخول او لازم ابحث عن طريق الشارت لين القى السهم اللي فيه اشاره الدخول اشاره الدخول قدامك اشاره الدخول هذه كلها اشاره خضراء معناته اشاره ايجابيه اشاره لون اخضر معناته اشاره ايجابيه لون احمر اشاره سلبيه قدامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضغط على السهم الأخضر وشوف البطاقة وركز على الارتكاز ركز على المقاومة التقليدية وركز على الهدف المحتمل تمام واضح طيب يا أحمد تفضل يلا لك المايك الآن السلام عليكم ورحمة الله مشكورين يا أخوان وصراحة الدكتور أبدع وبرنامج جبار لكن
هل في أفضلية لأسهم يحطه ويعطيني تنبيهات عالية يعني في نغمة أو إشارة كذا؟ نعم موجود. إذا سويت فلترة على اللحظة، طبعاً التنبيه الصوت في تنبيه صوت على اللحظة، افتح اللحظة تمام اللحظة، روح على فلترة برضه، افرض أنا أبغى فلترة لحظية، خلنا برضه فرصة سوي فلترة اللحظية، أنا أبغاها تكون إشارة، تكون إشارة إيجابية على اليومي، تكون إشارة إيجابية على اليومي، وأيضا إشارة إيجابية على اللحظة، يعني إيجابية على اليومي وإشارة إيجابية على اللحظة، وأبغى معاها كمان حاجة اسمها اكتشاف يوم صاعد، هذا إحنا نقول من باب التفاؤل هو سهم النسبة، يعني في بعض الأشياء نقول من باب اكتشاف يوم صاعد مثلا. ورينا النسبة كمان تمام، أو اختراق مؤشر، حط صاع على ذا، واحد واحد اثنين ثلاثة تمام، وسوي تنبيه صوت مع 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 إظهار تنبيه صوت تمام، خلاص خلي البرنامج شغال معك، وكون نفس الشيء في الجوال، خليه مفتوح، وأول ما تجي إشارة اللي تبغاها حيعطيك تنبيه صوتي وتشوفها على طول مباشرة. هذيك التنبيه الصوتي في الجوال، كمان في تنبيه صوتي على الجوال وعلى الكمبيوتر، حتى لو الجوال مغلق يعني وحاطه في جيبي؟ لا لا لا، لازم تفتح الصفحة وتخليه. أها أها، لازم تفتح الصفحة وعادي. طيب تعرف يا دكتور إنه نحن بدون البرنامج عندنا تنبيه في نقطة، إذا اخترقها السهم وأنا بتابع السهم أقول وريني النسبة. عادل اليوم أعطى تنبيه على النسبة، وهو بسعر كم عادل هذا التنبيه حقنا. أشوف معادل اليوم ما شاء الله ارتفعت، وهو داش بيشتري توقع أنها ارتفعت، هذا تنبيه صوتي يوم فلتر يوم صعودي، هذا من أهم الفلاتر على اللحظة، هو ما يعطي كثير ولكن إذا أعطى غالبا ارتفع السعر انطلق. طيب الله يعطيك العافية يا شباب، الحلقة مسجلة، أي شيء فاتكم بإمكانكم ترجعوا لتسجيل قناة اليوتيوب وتمخمخوا مع الدكتور في التسجيل، أرجعوا حبة حبة خطوة بخطوة معه، ما حيفوتكم شيء. آخر سؤال يا حبيبي عشان خلاص كده الدكتور يختم، تفضل يا أبو متعب أعتقد. نعم أهلا وسهلا فيك، تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. سلام الله بالخير جميعا اخوان. هلا وغلا الدكتور. الله انت اخوي، فيه بالنسبه للسعر الشرط مشروط، ففي زمن ما ادري يمكن فاتتنا النقطه، في بعض الاسهم يجي جنبها الوقت زي معادن قبل شوي مثلا. هذا الوقت شوف هنا بعد انتظار واحد دقيقه ويجي بعدها وقت 11، معناته هذا الوقت اللي تروح انت لجاء الوقت هذا الان، هي صدرت الساعه كم؟ الساعه 11:19، قال لك انتظر دقيقه واحده، يعني الساعه 11:20 روح لاخر سعر منفذ عندك في عرض الاسعار وشوف كم السعر. لو كان على سعر البطاقه، لو كان مثلا 70 معناته اشاره ايجابيه متحقق شرطه، اذا انا اخذ افضل طلب. يعني مو بانتظار دقيقه 69 معناته إشارة إيجابية لم يتحقق شرطة، أنزل الطلب أكثر. يعني الوقت مو دقيقة من افتتاح السوق اليومي 5 دقائق من افتتاح حسب الشرطة الموجودة. يعني هذا اليوم عندي أنا وضغط مثلا اليومي 5 دقائق موحد للكل، لكن على اللحظي لا، حسب الوقت المحدد. يعني عندك هنا مثلا الوقت يختلف في اللحظة، هنا 7 دقائق، هنا بعضها دقيقة بعضها 10، لكن في اليومي دقيقة واحدة 5 دقائق للكل في اليوم. اوكي واضحة ولا؟ والله يعني هذه بس الوقت هو اللي لحظة 14:40 خليك معي 14:40، يعني الساعة كم؟ يعني الساعة 22 دقيقة أو 40 دقيقة. إيه معناته هذا الوقت الموجود عندك، هذا الوقت 14:40 أصلا. هنا فيه لو كنت أثناء السوق حيعطيك تنبيه هنا إنه حان الوقت للتحقق، حيجيك عبارة حان الوقت للتحقق، خلاص على طول أنت فاتح على أرامكو وتشوف آخر سعر. آخر سعر لو كان أعلى من 35:10 تضع أفضل طلب، لو كان أقل حتضع
اقل طلب. لو كان نفسه مدد كمان 10 دقائق ثانيه انه هو على 10 دقائق، واضح؟ هذا الوقت اللي اللي تنظر فيه الى اخر سعر عندك في عرض الاسعار. طول لي عمرك، ما قصرت يا دكتور، والشكر موصول لابو يحيى وابو محمود اللي اتحالنا الفرصه هذه معك. شكرا للجميع. يعطيك العافيه ابو متعب، هلا وسهلا فيك يا حبيبي. ياك الله. طيب احبتي، اعتقد نكتفي بهذا القدر، ونشكر الدكتور خالد الصادي لاتاحه وقته الثمين باعطائنا هذه المعلومات الثمينه. نشكرك يا دكتور على حضورك وعلى تفاعلك وعلى سعة صدرك، شكرا لك. وإن شاء الله نلتقي معك بكرة إن شاء الله. لا بكرة حنخصه على اللحظي، يعني دحين ما عاد في كيف تثبت برنامج ولا شيء، احنا على طول. أتمنى لي طلب، لي طلب منكم، عشان احنا على فكرة احنا 21 يوم خسر، يعني احنا خسرانين كسبانين لكم. نعم انت وابو محمود وبروم، لكن اتمنى بطلب انه الفيديوهات تسجل، يعني لو تستقطع وتسجل. لا هي لا، هذا مستقطع والان حيرفع بعد ما نقفل البث، حيتم رفعه فورا. نعم ارجع للتسجيل خلاص يصير بكره، بس نركز على اللحظي وعلى الفرصه الحقيقيه ان شاء الله كيف تشتري وبيع اثناء السوق. حول الله تعالى وانت طيب. شكرا لكم. شكرا لك ابو محمود. شكرا لك يا دكتور، يعطيك الف عافيه، الله معك. يا دكتور انا مجهز مبلغ كده على الجنب، وابغاك ابغى اشتري عليه وابيع عليه، ابغى اشوف النتيجه في المحفظه دي، اسميها محفظه سوبر تري. حلوه الفكره. أنا شخصيا ساتبرع بالتجربه الشخصيه. بس 30% تحولها على حسابنا لو نجح معه، ما تعطينا 110 ريال 115 ريال سعر الشيء. ما قلنا تجريبيه. طيب هذول هذول المشتركين، انت كينج. اي ولا يهمك، تستاهل. حلالك حلالك، الله يسلمك. الله بالعكس سعداء احنا انك انت خبير مثلك انت وابو يحيى تستخدم البرنامج، هذا شرف لي ونقطه تحول في سوبر. الله يعطيك الشرف لنا. والله ما نتمنى الا انه يعجبكم وانه يستفيدون منه وانه يحقق مساعد، يكون مساعد قوي. واؤكد مره ثانيه، البرنامج مجرد مساعد قوي تعتمد عليه، انت لابد تعتمد على نفسك، تتعلم، تعرف كيف تتعلم البرنامج اول شيء، تتعلم التحليل الفني. ترى البرنامج كل ما تعلمت في التحليل الفني فادك اكثر. فادك. انا شخصيا هم قاعدين يتابعوني، ما انا الا شخص مساعد، اذا ما كان هو شخص يملك فن الاداره وعنده كمان المام ومتابعه بما اقول، حي برضو انا ما حيستفيد مني. وحيريحك، يعني بدل ما تدور اختراق مثلثات انت بنظره واحده، حي بدل القنوات بدل دعوم انت بالعكس حتحقق ارباح اكثر كل ما تعلمت التحليل الفني. هذا مو معناته تتوقف عن التعلم، لا، هذه بدايه المشوار، ولكن يعني يساعدك انك تاخذ تعتمد على نفسك. ليش لا؟ ليش الواحد ما يكثر المساعدين له؟ يا اخي باب رزق ده، كل ما خليت بيئه عملي موفر فيها برامج وكذا، يا اخي انا بفيد نفسي، بعدين ايش هو المقابل؟ ترى شيء رمزي يعني. اعطي ابو يحيى، اعطي محمد نبراوي اخر سؤال، انت من الوحيد اللي رافع سؤال. طيب ابشروا محمد، لك المايك، اخر سؤال، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام. ابغى استفسر بخصوص السوبر ترند، هل عليه حمايه من التهكير وتكون حمايه جامده، يعني انه تخاف يتهكر وتيجي عليه بيانات خاطئه واشياء زي كذا؟ يعني ما سبق، احنا من 2005 في السوق، ما سبق يعني تحكر، يعني زودونا بمعلومات كذا، ما سبق. ما اعتقد انه برنامج ده زي ده اصلا يتهكر، يعني انا هاكر وما حفكر اني هاكره لاني ما حستفيد شيء، الهاكر يهكر شيء يستفيد منه، يدور محافظ، يدور محافظ. ايش ايش استفيد؟ انت بلا اخش محفظتك بس برضه سؤال حلو، سؤال حلو يا ابو حميد، شكرا لك. لا لا طبعا برنامج امن وموجوع كمان في موقع امان من جوجل ديكوداتي المستضيف، وتطمن هذا الشيء. يعطيكم العافيه، ما تقصروا، تصبحون على خير، واشكركم وان شاء الله بكره نلتقي بالبث 11 بحول الله. دكتور شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك، تصبح على خير.